اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم. وبنرحب بيكم من داخل دير الشهيد العظيم مريمينا العجايبي بكينج ماريوت. وبيسعدنا ويشرفنا جدا ان احنا نكون مع قدس ابونا القمص رافائيل افامينا. اهلا بيك قدس ابونا. ازيك يا ابونا؟ ويمكن السنه اللي فاتت احنا كنا موجودين هنا وكنا بنحكي وبنتكلم عن ذكريات عن قداسه البابا كيرلس السادس. والحقيقة يمكن أبونا كل ما يحكي أو كل ما نسمع الموضوع نكتشف أنه الموضوع كأنه جديد وكأنه بيتجدد وكأننا بنتعلم حاجة جديدة. عشان كده احنا النهاردة جايين نتكلم عن سيرة هذا القديس العظيم. قدس أبونا، نفسي أبدأ من النشأة بتاعت البابا كيرلس. كل سنة طيبين وتعيشوا تحتفلوا بهذا العيد الحلو وتسترجعوا الزيارات الحلوة اللي كان على ايد بابا كيرلس بنسمعها دايما، وقصصه الحلوه وتاريخه الحلو، والكتاب المقدس بيقول انظروا نهايه سيرتهم وتمثلوا بيهم. فاحنا طبعا ما بنسمع كل القصص اللي عن بابا كيرلس مش عشان قصص، هي عباره عن ممكن تكون تعاليم ممكن تفيدنا في حياتنا، وحتى كمثل مش ضروري تيبيكال يعني. فكل ما بنحكي عنه بنجدد الذكريات الحلوة ونحاول نبقى نتقرب منه ونطلب شفاعته. وإن شاء الله رب بإذن الله ربنا يمجد اسمه معاكم ويثمر معاكم هذه الذكريات الحلوة وتاخدوا شفاعته وبركته تكون معنا جميعا. أمين أمين. عندما جمت نشأته هو البلد بتاعته، هو اسمه عازر يوسف عطا الزيكي. زيكي بيقولوا عليها ان هي من الزوج الشرقيه تبع سوهاج، وكل العائلات دي اللي هي نزحت، هو عيلته استقرت في المنوفيه، لانه هو ما اتولدش في المنوفيه، اتولد في ابو حمص تبع دمنهور عشان الوالد كان بيشتغل هناك، لكن العيله كلها كانت في المنوفيه. وعايز اقول في الوقت ده كثير من الناس اللي هم في الصعيد نزحوا وراحوا الارياف بتاعت وجه بحري، لأن أنا يعني بعتقد وممكن التاريخ يثبت كده إنه في الحملة بتاعت بناء أو حفر قناة السويس يمكن سنة 1850 أو حافة بعض كده، بيجمعوا الشباب من كل حتة من الصعيد عشان يحفر القناة، وحفروها الشباب بإيديهم مش بالحفارات الموجودة دلوقتي العملاقة. فكثير من الشباب مات ودفن في نفس المكان يعني كثير من، فكثير من العائلات اللي قدرت تهرب وتسكن في البلاد اللي زي كده. يعني انا والدي نفسه انا بقول لك من ابنوب، لكن مولود في شبرا، وجدي مولود في شبرا. فعايز اقول العائلات دي كلها هربت على قد ما قدرت، سكنت في حتت تانية كلها ارياف، كانت ارياف ارياف. فانا بقول ان هوبرد عيلته خرجت في الوقت ده بقى من الزوج دي وراحوا المنوفيه وسكنوا فيها واشتغلوا فيها. وبعدين هو الشغل بتاع الوالد اسمه يوسف عطا زيكي بقى، هو راح كان ناظر زراعه بتوع زمان بتوع الاقطاعيين الكبار، كان عندهم ال 20,000 فدان وال 10,000 فدان، كانوا هم نظار الزراعه، هم اللي بيشرفوا على الزراعات دي. فكان هو من ضمن نظار الزراعه دول. فكان على ما اظن كان في ابو حمص، واتولد اخونا عازر اللي هو البابا كيرلس السادس في ابو حمص دمنهور يعني في 8/2 سنه 1902. عشان في ناس بعض الناس تقول اتولد يوم 2 اغسطس 2/8، لا هو 8/8 هم عشان هم يعني اللي خلاهم قالوا كده ليه؟ عشان 1902، لا هي 8/8/1902 مش 2/8/1902. وعاش فيها ذكرياته كلها، وبعد كده ممكن يتعلم بعض الدروس في الكتاب يمكن في المنوفيه، وبعد كده طلعوا على اسكندريه وسكنوا في اسكندريه، ودخل خد الدراسه بتاعته لغايه على ما اظن الكفاءه او حاجه كده في اسكندريه. وكان التعليم كله بالانجليزي، لان بابا كيرلس كان برضو نشاهد المشاهد له ان هو ما كانش يتكلم انجليزي، لكن كان يجي حد من السواح يتكلم انجليزي او الزوار الكبار او السفراء وكده. وكان انبا صمويل نفسه كاسقف الخدمات العامه كان هو اللي يجي يترجم، قبل ما هو يترجم له يكون هو قايل له طب قول له كذا كذا كذا، علمت انه فهم كل اللي اتقال. فبس هو نفسه ما كانش يتكلم الانجليزيه، لكن انا عارف تعليمه كله، حتى شغله كان في كوك شيبنج دي بتاعت الشحن بتاعت كانت برضه شركه على ما اظن انجليزيه، فكان كله معاملته بالانجليزي.
بتعلم منها كمان اللغه يعني. بتعلم منها وشغل. كان قدسك ناس كتير تقول هو ابونا عرف منين النشأة. قدسك يمكن حاكي ولسه كنت بتقول لي قبل التصوير عن مره كنت في العربيه جاي من اسكندريه. يا ريت يعني نحكي الموضوع ده. هو انا اشتغلت عند بابا كرولوس في اخر يناير سنه 1965. فيناير عدى وفبراير ومارس بابا كرولوس راح طلعنا على دير مرمينا. وقعدنا شويه وقعدنا رحنا اسكندريه قعدنا شويه وبعدين كنا نازلين بقى من اسكندريه على القاهره. لما نطلع من القاهره على اسكندريه او الدير بابا كرولوس بيركب ورا يركب جنبي السكرتير بتاعه كان ابونا بنيامين كامل كان ابونا كلاديوس انطونيو انبا بولس حاجه كده. قدام بيركب السواق عزمي الله يحفظهم نفسهم وديع برضو الفراش الخاص يقعد في النص وانا بقعد على الطرف الثاني. عربيه كاديلاك 9-3 بوسع يعني. لكن لما نيجي نرجع من اسكندريه بيحصل ايه بقى؟ ان اخوه الاكبر منه اسمه استاذ حنا يوسف عطا الله يحفظهم نفسهم كلهم كان يحب يركب مع سيدنا عشان يودعه لغايه القاهره ويرجع في القطر. فكان يركب هو بقى ايه عزمي قدام وهو ماسك الطرف وانا اسكت قاعد في النص. وسيدنا وقعد ورا هو وكيل البطرخان بتاع اسكندريه حاجه كان ساعتها ابونا يعقوب البراموسي اللي هو انبا لوكاس بتاع منفلوط او بعد كده ابونا تيموساوس اللي بعد كده بقى اسقف على بارين اسمه انبا يوسف. فهو بقى ابتدى من اسكندريه لغايه ما رحنا ريست هاوس وعم حنا ده عمال يحكي لي يقول لي تعرف حاجه عن ابوك بابا كرولوس؟ قلت له ما اعرفش انا يعني اعرف ان راجل قديس بتاع. قال لي انا احكي لك. قعد يبتدي يحكي لي عن نشاته والكلام اللي بقول لكم ده كله عليه وانا اسمع 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 اسمع. يعني بنعمه ربنا ربنا مديني يعني برضو حفظ الذكريات كويس نشكر ربنا. نشكر ربنا. فهو بقى جيت في الريست هاوس بقى كريس بقى ايه بنستريح بنهول العربيه شويه لان العربيه 6 سلندر وتاكل جاز وكده ما اعرفش يعني هو دايما كان في ما يعني في الريست هاوس نقف. فوقف كله نزل ما عدا كريس قعد جوه العربيه فوقف جنبي قال لي بيقول لك الراجل ده؟ قلت له بيقول لي حاجات حلوه عن بابا كرولوس قوي. قال لي خد منه كل حاجه دي يعرف عني كل حاجه. انا اذا كنت نايم وصحيت قلت اخد ده انا اخد قوي يعني. فابتدى هو بقى بعد ما ركبنا العربيه ابتدى يكمل. لكن انا بقى بعد كده من الكلمه دي ابتديت انا مش بس عم حنا بقى ما دام خد منه كل حاجه بقى اخد من كل حاجه من كل انسان. دي اللي صحت فيا ان انا اتذكر حاجاته بنعمه ربنا كويس وما خلاش تمر الا ما يعني تدخل في الذاكره. وانا سعيد كنت ما يعني ما بحللش لكن عايز اقول لك انه التحليل بيجي طبيعي من اللي احنا بنشوفه فيه بيبقى القصه اللي بنسمعها او الحركه اللي بنسمعها بنحللها بتتحلل دايما يعني بصفه عامه ان الراجل ده راجل مؤدب راجل ذوق راجل اتيكيت راجل متعلم جدا جدا راجل يحب المناقشه راجل يحب التواضع يحب اللي يناقشه يعني كل ده حللناه احنا من بدون ما انا اقصد انا احلله يعني هي كانت بتيجي طبيعي مع القصه لانها حياه معاشه بالفعل حياه معاشه بركته. قدسك قلت دلوقتي حاجه عايز اقف عندها انه لما قال لك احفظ ده انت ما خدتش ده على مستوى الحفظ لسيره البابا كرولوس بس لكن على المستوى العام على كل حاجه في الحياه فتح لي فتح ذهني يعني ممكن لما الواحد يقرب قوي من الناس اللي هي قريبه قوي من ربنا بالشكل ده يكون ذهنها وفكرها يكون عنده علم وعنده حاجات تانية من خلال كلمة ممكن تتقال له يعني. أوي يروا عملكم الحسنة يمجدها أباكم اللي في السماوات. فهي ربنا عمل الحركة دي إن هو ينار الأعمال. ممكن نقول يروا أقوالكم، طب ما أقوالكم ما تدلش على أعمالكم، أعمالكم ما تدلش على أقوالكم. فالمسيح المجد لما قال كده أعمالكم الحسنة يمجدها أباكم في السماوات. بقت فعلا الأعمال هي اللي بتثبت في المخ وهي فعلا بتثبت شخصية اللي هو عمل العمل ده. لكن عشان نسمع كلامها ممكن نسمع كلام كتير لكن ما شفناش يعني حاجه مثال نقدر نقتدي بيه اكتر من الاقوال. بمناسبه الاعمال والاقوال قدسك في مذكراتي مع البابا كرولوس قلت مره دخلت عليه كنت في دير مريمينا تقريبا وكلمك وانت قلت ساعتها ان قدسك قلت ان دي ممكن تكون رساله ليك انت. قال لك انا كان ممكن اقعد اتكلم او ممكن اقعد اوعظ لكن انا قررت اعمل بالعكس ممكن هو نحكي عن هو ده اخر زياره عندنا في الدير كان سنه 1970 جه حضر معنا عيد القيامه المجيد بشكل عجيب ساب مصر يصليها زن انبا غرغوريوس وانبا صميل على ما اظن هو جه الدير عندنا يصلي عيد القيامه وقعد بعد كده طول الخمسين عندنا. ففي الجمعه الكبيره كان بيصلي
الجمعه الكبيره معانا في الدير كرهبان، وبعد كده في اظن في الساعه 6 كده بعد ما خلصنا اسكون يا رب تجيت كنت عايز كده، طلع بره وغاب شويه، فانا قلت اروح اشوف عايز حاجه، لقيته قاعد في الكنيسه بتاعت انبا صميل لوحده وراكن ظهره على الكرسي على اخر الكنيسه وبص هيك مفيش حد معاه خالص. فانا وقفت جنبه قلت شوف عايز حاجه ولا حاجه، فهو سالني وصلت له فين يا ابني؟ قلت له وصلنا كذا 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 سنه. قال لي كويس كل سنه طيبين يا ابني، اخباركم ايه؟ قعد يسال اخباركم بنعمل وسوي. بعدين مش عارف في وسط الكلام قال لي كده، قال لي يا ابني انا اللي كنت ابتديت اوعظ واقول كلام وادي قرارات ما كنتش استفيد، مش استفدت حاجه والناس هتسمع وخلاص، لكن قلت ابتدي بنفسي. الله لك كنا انا فعلا يعني سبت لكم مثل تقتدوا بيه دايما وتحافظوا عليه. طبعا هو عايز اقول من اول ما هو الواحد يصحى من النوم لغايه ما ينام هو ده الاقتداء بتاعه بصراحه، لانه هو كان انسان عجيب جدا جدا في انه الروتين بتاعه ما كسروش في مرضه او في صحته. من اول ما يصحى من النوم من الساعه 2:30 الصبح لغايه ما يعمل تسبيحه وقداس، وبعد كده يستريح، وبعد كده يقابل الناس، وبعد كده يستريح شويه، وبعد كده يقابل الناس تاني، وكان ينزل عشيه، وبعد عشيه يقعد يقابل الناس شويه، وبعد كده برضه اذا كان في طلبات بقى وترتيبات روتينيه يخبط يضرب الجرس عشان نعملها له، يخش ينام 11 يصحى الساعه 2:30. يعني عايز اقول لك اليوم بتاعه ده ما اتغيرش، فهو هو مساب لنا هذا العمل. طب بيساعدنا على ان احنا نعمل كده؟ يا رب يا راهب ولا حتى اللي في العالم متجوز او مش متجوز ويقول لك انا تعبان. طبعا ما انت بتروح الجيش الساعه 5 الصبح، ما بتصحى الساعه 4 الصبح عشان تروح الجيش. طب افتكر ده جيش ربنا، روح انت اسحب بدري الساعه 4 5 الصبح الجمعه، يقول لك لا انا هنام لغايه الساعه 12 عشان انا تعبان، طول الاسبوع تعبان. طب انت طول الاسبوع تعبان مع الجيش، طب فين جيش ربنا؟ يبقى هو عايز يقول برضه ممكن يتعلم منه الحكايه دي برضه. وبالليل قبل ما ينام لازم الواحد يصلي، يقول تعبان تعبان ما جاتش على مشوار صغير كنت هتعمله ولا تأخيرة عربية ولا حاجة. يبقى الروتين بتاعه أفادنا روحيا ونفسيا وماديا برضه. واتسك خدت الكلام ده برضه قلت ده درس ليا أنا لازم أتعلم. ما كلنا هنعمل كده بقى كلنا طبعا. صحيح. طيب مرة كمان قبل ما نخرج من النشأة البابا كيرلس حكى لك عن والده. أيوه كان والده كان خطاط وكان سايب كتب بخط إيده يوسف عطا. يوسف عطا زيكي في بعض المخطوطات في كنيسة العذراء بطوخ في المنوفية بجد دلوقتي كتب دي قطمرسات ومزامير عايز جايب خط ايد يوسف عطا هو والد انبا كيرلس. فعشان كده برضه يمكن انبا كيرلس برضه من كمية متوحد كان برضه خد نفس الخط ده اللي هو خط النساخة برضه خطهم كان جميل جدا 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 جدا. فبقول في يوم من الايام شفت صورة عند عم حنا اخوه مره، لقيت عم حنا ركب حصان والناس واقفين حواليه. فبقول لسيدنا انا شفت صوره حلوه قوي لاخوك راكب على حصانه والعمد والمشايخ واقفين حواليه. قال لي انت ما شفتش ابوه كمان، ده ابوه كان اعظم منه كمان اللي هو والدك. قال لي اي والدي. الناس دي اعتبر على فكره عايز اقول لك حاجه، الملاحظ ان هذه العائلات كانت وحيده في وسط قريه، ما فيش اقارب منهم كتير بهذه الطريقه، وهم اللي كانوا اكبر البلد والمحبوبين في البلد، ويتباس ايديهم يتباس ايديهم كناس بركه. وادعي لي يا عم حنا، ادعي لي يا عم، وادعي لي يا عم يوسف بهذه الطريقه. يعني هو التربيه والنشأ كله وكل ده عايز اقول كل ده من قربهم للكنيسه. قربهم للكنيسه ما بيخط كتب الكنيسه، يعني مش كفايه عليك ده تصلي وتروح قداس وعشاء، لا ده انا بخط كمان كتبهم اللي عايزينها. فالعيشه دي بقت عيشه كنسيه على اعلى مستوى، وراجل مخالف ومتجوز ما لناش راجل بتول ولا حاجه. تمام. طيب. ايه اللي حبب القديس البابا كيرلس في حياه الرهبنه؟ يعني برضو زوار الدير براموس كان بيروح المنوفيه كتير، وهو كان يروح المنوفيه ما زي ما قلت لك كان برضو يتعلم في الكتاب هناك. فعايز اقول ان هو الرهبان بتوع براموس كان لهم مقر هناك في مقر دير براموس في طوخ. فالمقر ده كان فيه الرهبان بتوع يزوروا بقى عم حنا وعم يوسف الله يوسف والد عم حنا ولد ابونا ميا متوحد. فكان الزيارات دي خليته هو يتعلق بهذه الكهنه وهؤلاء الرهبان، وابتدى يدرس في حالتهم طبعا. وعايز اقول لك العيشه الكنسيه بتاعته برضه هتخليه برضه يحب ان هو يبقى قريب من ربنا جدا عنه. فاختار طريق الرهبانه، مع ان طريق الرهبانه زمان كان صعب جدا اولا، وثانيا ما كانش الناس اللي هم
متعلمين كده وبتاع، كانوا برضو يخافوا يروحوا او اهاليهم يخوفوهم. هو يعني داحر لغايه ما وصل برضو بنعمه ربنا. هو تقريبا في اخوه حنا كان مش عايز يروح. لا حنا كان معارض معارضه. حكيناها دي برضو ان انا اقول لك، كان في واحد واعظ من الوعاظ الحلوين في الثلاثينات والعشرينات اسمه اسكندر بيه حنا. اسكندر بيه حنا ده يعني طبعا انا ما شفتوش، انا توفى 44، انا مريض 42، لكن طلعت عيلتي كلها. والدي مش قريب امي، لقيت والدي من حضار اسكندر حنا الواعظ، ووالدتي من حضار الواعظ بتاع اسكندر حنا. وكان اسكندر حنا ما يوعظ في كل البلاد من اسكندريه لغايه اسيوط، كان الاف يسمعوا له. في وقت كان الواعظ قليل جدا، فكان كل الدنيا تحترمه كواعظ وكراجل كان بتول برضه مش متجوز. المهم بقى ايه، راح عايز ده عايز يترهبن، فبيقول لحنا اخوه انا هترهبن، فقال له رهبنت ايه وبتاعي، فلا ما فيش رهبنه وعكسه. فراح قال اسكندر حنا، اسكندر حنا قال اخوك ده ما يفهمش حاجه. فراح قال لحنا اخوه اسكندر بيه بيقول عليك ما تفهمش حاجه. طبعا الراجل ما قدرش يفتح بقه، لان اسكندر بيه كان محترم جدا عندهم يعني بشكل عجيب برضه. واسكندر بيه بقى متهيألي برضه كان طويل، بيقولوا ابويا والدي كان يقول لي كان طويل، وصوته كان يسمع الالاف بدون ميكروفون. فدي ما كانش في ميكروفون زمان، حتى في كتاب احنا طلعناه اسمه رئيس شمس اسكندر حنا. بابا شنوده مقدم في المقدمه قايلها وكان كاتبها في وطني، بيقول انا كنت اقعد اسمع وكثير من الناس كانت في الشوارع تسمع، طب ما فيش ميكروفونات. فراح بقى تاني يوم عم حنا راح لاسكندر حنا بيقول له واحد ما بيفهمش من رعيتك مش تقول تفهمه ليه ما بيفهمش؟ قال له قصدك ايه؟ قال له يا اخويا عازر امبارح بيقول لي ان حضرتك قلت عليه ما بفهمش. قال له سيبه، انا اقول لك حاجه حنا بيه، عازر بقى له 5 سنين معايا، كل يوم يطلع من شغل يجي لي ويسالني في جميع الكتاب المقدس من التكوين لغايه الرؤيه، 5 سنين بيسالني وانا بجاوبه. وبيقال ان هو كان عامل فهرس من الف لغايه ايه، كل آية تعوقه يحطها في الاسم في الالف ب جيم دال. فكان يا عم اسكندر حنا يشرح له، فقال له سيبه يا ابني ده هيكون له مستقبل حلو جدا، اوعى تعاند معاه، اوعى تمنعه عن ربنا، سيبه يا ابني انا بتنبأ له انه يكون راجل عظيم. وعلى كده عم حنا بنفسه هو اللي وصله لغايه دير البراموس. يعني بابا كرولوس كان عنده كشكول عشان الكتاب المقدس. ما كل الحاجات العويصه اللي فيه كان يسأل بيه اسكندر بيه ده. 5 سنين متتالية، 5 سنين متتالية يطلع من الشغل، كان شغال في كوك شيبنج في اسكندريه، يطلع كل يوم من الشغل يروح على اسكندر حنا. كان عنده جمعيه اسمها يمكن جمعيه النهضه الروحيه في محرم بيه، فكان يعني يستقبل بعض الناس يعني اللي عنده شكوى اللي عايز ارشاد ولا حاجه زي كده. في وقت كان الكهنه كلهم يمكن راجعين لورا خالص، ما حد مش عارف ما هي السبب. دلوقتي لا، دلوقتي الحمد لله يمكن العلمانيه رجعوا لورا وبقت الكهنه هي اللي طلعت قدام يعني، لكن ايامها لا، كان الكهنه لورا والعلمانيه اللي بيوعظوا زي اسكندر بيه وزي حبيب جرجس، كل دول كان علمانيه وهم اللي قادوا الكنيسه في هذا الوقت. بركته تكون معنا. امين امين. طيب قبل ما اروح للاسم، كلنا نعرف اسم ابونا مينا المتوحد، بس قبل ما اروح للاسم ده عايز اعرف ايه مفهوم التوحد او الوحده في الرهبنه؟ الوحده في الرهبنه ما فيش معزي، ملوش معزي. يعني ممكن الواحد جوه ديره على فكره برضه، بس منتقده في الدير لازم يكون في اجتماع مع بعض، ولازم مشاركه الاجتماع مع بعض، لان تعزيه. لو واحد جوه الدير توحد لوحده كده وعايش لوحده هيبقى منتقد، وبرضه مش حلوه للدير كمجموعه، ليها راي واحد وليها تعزيه واحده. لكن متوحد بقى اللي هو بيطلع في الجبل زي طاحونه الهواء او في المغارات وكده، زي بوكس ما عايش في المغاره، ما فيش ونيس، ما فيش واحد يتكل عليه يبقى منه ربنا على طول. الخوف من الضلمه بينتصر عليها، الخوف من الوحوش بينتصر عليها، الخوف من محاربات الشيطان بينتصر عليها، ملوش معزي، هو ده متوحد. فعشان كده بقول لك ممكن في متوحد جوه الدير بس منتقده، اللي بيطلع بره الدير بيبقى هو فعلا يبقى هو ده المتوحد اللي الكنيسه موافقه عليه برضه. دي حياه انتصار يعني، هو بيطلع عشان حياه الجهاد والانتصار بنعمه ربنا. بس برضه عايز اقول برضه لابد ان كله مرشد. يعني عايز اقول ان بابا كرولوس برضو لما قعد في المغاره بتاعت البراموس كان كبير الدير في البراموس ساعتها ابونا عبد المسيح المسعودي، وكان راجل شيخ عظيم جدا، وكان يقال عنه يعرف 7 لغات، القبطيه والفرنسويه والانجليزيه والطليانيه والالمانيه والامهريه،
والعبرية كان يقال عنه في كتاب مطلعينه عن حياة أبونا عم المسيح المسعود الكبير شيخ دير البرمجة، طالعين كتاب كتب دي قديمة، هتلاقي بيقول لك يعرف 7 لغات. فكان أب روحي عظيم جدا، وكان هو المرشد. حتى هو لما الرهبان قالوا له توحد ايه وبتاع ايه ده الحروب والشيطان، قال لهم سيبوه سيبوه ده هيبقوا ربنا معاه، نفس أبونا المسيح. فعايز اقول برضه حتى في الوحدة كان كل أسبوع والتاني يروح عند أب اعترافه والمرشد بتاعه أبونا المسيح عشان يسأله برضه في الخطوات، ما هي برضه ما يتكلش على ذاته برضه. هو خد منه خبرته لغايه ما ابونا المسيح راح السماء، يمكن بعديها بقى بكروس راح الطاحونه بقى. في الطاحونه بقى المرشد بتاعه ربنا يسوع، ويمكن برضه شويه من ابونا داوود مرقص اللي هو كان متجوز بس كان ارمل، كان في كنيسه الملك مخيل الابلي، برضه كان برضه من ضمن الجلساء بتوعه. المهم يكون في مرشد حتى لو انا لابد لابد عشان يستند برضه انسان محتاج للمعونه. المسيح المجد ما بعت الرسل ارسلهم 2 و2 عشان يرشدوا بعض. بعد كده لما اداهم الروح القدس بيذهبوا بقى وتلمذوا جميع الامم، ابتدوا يروحوا لوحدهم ساعات. بس برضه تقرا في اعمال الرسل كانوا 2 و2، يقول لك يعقوب ويوحنا، يقول لك بولس وبرنابا، بولس ومرقس، برضه كانوا 2 برضه بهذه الطريقه، برضه بولس وتيتوس وهكذا. امين. حياه البابا كيرلس فيها يعني تدبير كبير قوي وواضح قوي من ربنا، وازاي ان ربنا معاه في كل حاجه. لسه كنت قدسك بتحكي لي عن لما كان في القلاية بتاعته اللي هو ما كان في الوحدة، وجاله حد من الأثار كان جاي بيسأل على حاجة. يعني هو كمان في البراموس ما كان متوحد حوالي 3 سنين مثلا، متهيألي هون من 36، من 33 ل 36، لأنه 33 دي كان قبليها كان في مدرسة الربان بحلوان، يمكن 31 ل 33، لكن من 36 كان في المغارة. فزار الدير كبير مفتش الآثار، ما أعرفش اسمه حسن بيه ولا حاجة كده، يمكن موجود في كتابنا اسمه مذكرات يعني بابا كيرلس جزء أول هيكون مكتوب فيه. فعايز يشوف بقى الرهبان العاديين والرهبان اللي في تجمعات والرهبان المتوحدين، فجابوه عند أبونا مية متوحد. بيقول وجلس على الارض، وكان حاطه جورنال وجلسه على الارض جنبه، وقعد يشرح له ايه الوحده وعايش ازاي وازاي بياكل وهكذا، يعني ياكل عيش الناشف وشويه البلح ولا اذا كان ترمس بل ولا حاجه كده، وصفيحه ميه تقعد معاه الاسبوع او الاثنين. فانبسط منه جدا طبعا اللي هو كبير مفتش. بعد كده لما راح بقى كل الطاحونه سنه 36 قعد فيها لغايه 41، صدم ان هو لازم ياخد اذن مصلحة الأثار عشان يسكن في الطاحونة، عشان يسكن في الطاحونة، دي منطقة سرية. فقالوا لازم ما تقعدش هنا يا عم غفير، قال ما تقعدش هنا، جيب لنا إذن. قال له أجيب إذن؟ قال له جيب من فتش الأثار. قال له حاضر. فراح لفتش الأثار، فوجئ إن هو نفس الراجل اللي كان عنده في البرموس. فقالوا له لو سمحت قولوا له في واحد اسمه مينا متوحد بتاع البرموس هنا. الراجل طلع ساب المكتب وجري يحضن فيه ويبوس فيه وقعده. وقال له لا تحت امرك انت عايز، قال له عايز اسكن في الطاحونة، قال له اسكن. طب نعمل لك ايجار يا اخي، ايه يعني؟ عمل ايجار 6 سقف في السنه، يعني 5 مليم في كل شهر، ايجار اسمي من 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 مصلحه الاثار للقمه اسميه متوحد عشان يسكن في الطاحونة. الحاجات دي موجوده برضه متهيألي طلعناها في بعض كتبنا اللي هي مذكراتي او نمره 1 نمره 2 حاجه كده. بعد الوقت ده هذا الشخص اللي راح قاعد معاه هو اللي جاب له التقصير، هو نفس الشخص اللي جاب له التقصير، فكان ربنا بيرتبها له. يعني قلت كنت بتحكي وانا بسمع، كنت يعني هو اللي كان راح واحد ما يعرفوش خالص هيقول ايه ده؟ ويسكن في الطاحونه ايه وبتاع، واحنا مالنا ومال الطاحونه؟ امال يسكن ليه؟ ما يسكن تحت يا ابني. كان هيعكسه، لكن الراجل عشان فوجئ بان هو صاحبه بتاع زمان، راح له سنه 36، راح له هو يمكن سنه 33 ولا حاجه كده، يعني 3 4 سنين زمان، ونسي ما نسيش، ما كانش نسي. هو ربنا كان مرتبها له. قدسك قلت في التسجيل انه الراجل قال له المفتش ده، هو ماشي انا قعدت مع ناس كتير من الرهبان، لكن انت خليتني ماشي زي عنده كتير جوه كنز، وحاول يديله فلوس. حاول يديله فلوس ما رضيش، قال له عم بيه برضه صح، ده في المغاره بتاعت البراموس. ما رضيش وقال له ان الفلوس دي اتعوقني عن خدمتي يعني. صح، ده كان صح. صحيح. طيب ايه اللي خلى احنا كلنا نعرف ابونا مينا البراموسي اللي هو عايش في وحده رهبنه، وفجاه كلنا نعرف ان هو بقى في الطاحونه، ايه اللي خرج ابونا من الدير وايه اللي وداه لغايه؟ ما هو انا برضه قلت برضه ان ابوه الروحي كان ابونا عم المسيح المسعودي. انا بعتقد ان ابونا عم المسيح المسعودي كان تنيح، وبقى بعد كده الدير كبير الدير راح. بعد كده في بقى ايه
بيبقى فيه بيعملوا رئيس دير. رئيس الدير ده ما بيقعدش جوه الدير. رئيس الدير زمان ما كانش يقعد جوه الدير، كان يقعد في المنوفيه زي ما قلت لكم، المقر بتاع دير براموس، والعزبه هناك في اطيان وكده ويرعاها، والدير يروحوا كل 6 أشهر مره اذا كان عايز يراهبن حد ولا عايزين مؤونه، عايزين فلوس، عايزين علاج، يعني كل شويه يروح. فيظهر بقى ان في الوقت ده انه الرئيس دخل فالدير فلقى في هيجان. ايه الهيجان؟ قالوا في اوضه اتسرقت ولا مش عارف حصل ايه. فقال لك بقى ايه، مين اللي عمل كده؟ ما عارف، ما حدش راضي يقول، ما اعرفش كان سرقه ولا مش فاكر. يمكن ترجعوا لكتاب مذكرات لهم. فهو راح طرد ال7 رهبان كلهم اللي في الصف بتاع القلايه دي. فهو ابونا مين واحد جاي من المغاره بتاعته سنه 36، فراح يجيب الميه ويجيب، وهنا لقى رئيس الدير هيسلم عليه وغاس ايده، لا قاعد وجايب العمده وجايب مش عارف الشيخ الغفر وبتاع، بيسال ايه؟ قالوا جاي يطرد ال7 رهبان من الدير. قال لي، قال له عشان عمل كذا كذا. قال طب اديهم قانون، اديهم اي حاجه. قال له لا، انا امرته خلاص وماشي. قال له لا، اديهم، احنا النهارده 4 أيوب، طب اعمل حاجه، اديهم اي قانون الدير، في له قوانين جوه الدير، لكن ما تطردهمش. فهذه المناقشه دي برضه على فكره عايز اقول لك هي مناقشه روحيه، لان هو ما كلموش مثلا عن 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 غضبه، لا ما كلموش، قالوا عن قوانين الدير، اديه قوانين الدير، احرمه من اي حاجه جوه الدير. ما رضيش، قال له خلاص انا امرت، قال له خلاص انا هطلع معاهم. وطلع معاهم قال انا اخدمهم، وخدهم وراح بيهم على مصر القديم. ما هيروحوا فين ال7 رهبان؟ يعني هو ترك الوحده وترك الدير كل حاجه عشان ما يسيبش، عشان يخدم السبعه دول. معناها يعني كده في المديحه، روها في المديحه بتاعت بكرس في الدنيا. موجوده. بتقول خرج الثعبان السبعه فهاب نفسه الخدمه الذين ترضي بالقوه. بالقوه، ترضي بالقوه. فهو راح مصر القديمه وعند ابونا بقى داوود مرقس اللي بقول لكم عليه، اللي كان في ملك الابلي، واستضافه ابونا داوود مرقس ده، ابونا قمص ميخائيل داوود اللي كان في حضره الفرج. ناس قديسين وحلوين وسيرتهم حلوه. وراح استضافهم لغايه لما البطرك عرف، رئيس الدير راح البطرك قال له ده ابونا مينا رفع علي العصايه عشان يضربني، وكان جاي من الوحده. هو العصايه بتاعته اللي بيحط عليها الميه، يعني بيحط المؤونه، عارف السقه اللي يحط العصايه من ورا كده. وتبقى الميه من ناحيه والاكل من ناحيه. عصا نزل اب يكلمه هيعمل اكتر من كده. قال له ده عايز يضربني وقاد الرهبان وهيجم عليا. فراح بطرك بعت لابونا داوود قال له ابعت الرهبان عندك. فراح ابونا مينا معاهم. فدخل بقى البطرك عنفه، قعد يعنفه، وازاي تعمل كده ودي قوانين وانت مش قوانين وانت كبريه ماسكك وبتاع. فقال له استنى ما اشرح لك. قعد يشرح له وبكى، وهو بيشرح له بكى، فبكى البطرك. فهو البطرك كان اسمه انبا يؤنس 119. فبقول لك فبكى البطرك. قال له خلاص يا ابونا مينا انا مسامحكم، خلاص يرجعوا الدير. قال له ارجعوا هم حرام، انا مش هرجع. فهو ما رضيش يرجع. قال له ارجع تاني فين بقى؟ ما هو شعر ان هو حتى السند بتاعه مش موجود، السند بتاعه اللي هو ابو نعمسيه مش موجود. فقال لك بقى روح بقى من وحده لوحده، روح بقى ايه، هات واحد في طحونه الهوا. طحونه الهوا عايز اقول لكم انا شرحتها في الستينات، اوائل الستينات، فكانت خراب. كنت في بيت الطلبه. ها؟ كنت في بيت الطلبه. وانا في بيت الطلبه كنا بنروح نطلع نذاكر فوق، بناخد ازازه ميه وناخد سندوتشين ونفضل نذاكر حته هو ما فيهاش حد يعطلنا، انا و3 أو 4 شبان من بين بيت الطلبه. كانت ثعالب وديابه وعقارب وتعابين ياما. كان عندنا واحد يتسلى يجيب حديده سيخ طويل يخبطه في العقربه ويجي اخر نار، انت 6 7 عقارب حاططهم بالسيخ كده ورا بعض، يعني منطقه عجيبه جدا. وسكن فيها من 36 لغايه 41 لما الانجليز رؤز انزل بقى. يعني مش راح مثلا من وحده للعالم عشان يستريح، لا ده راح لاوحش، راح لحته اوحش من الحته كان عايش فيها عشان الخدمه. دلوقتي انت بتقول الطاحونه مليانه وفيها ملايين، طب وماله؟ بس ايامها ما كانش كده. انا اقول لك يمكن الملايين دي ابتدت يمكن بعد الثمانينات يا ناس، يعني لغايه ما احنا رحنا اشترينا ارض في الطاحونه عشان نعمل نحوطها، كانت 86 86 كانت صحراء جرداء، وخدنا شوية أراضي وعملنا لها سور 86. فالملايين اللي شايفينها دلوقتي دي بعد الثمانينات، يمكن يعني ابتدت في أول التسعينات. لكن قبل كده كان كلها خراب خراب. ونوقف بقى فوق الطاحونة أو جنب الطاحونة نشوف نهر النيل، شو الوسع قدامه، ما فيش حاجة خالص قدامه. أيوه مش هنقدر نشوف أي حاجة من هنا دلوقتي. طيب قدسك إزاي أبونا مينا المتوحد الراهب اللي ترك كل ده وعاش برضه في الأوحش والأصعب عشان الخدمة؟ انا اعرف ان الطحونه دي ما كانش فيه سلم ولا شباك ولا باب ولا اي حاجه.
ما خربانة. ازاي بقى كان بيصلي؟ ده رقم واحد قدساته كان بيصلي. لا لا، ما القدسات بعدين. هو حصل ان هو كان بيصلي يتناول ويزي يصلي عند ابونا داود مرقس في الملك اللي بتاعت. تمام. ينزل يصلي ويتناوله وكده يمشي. فبعض الناس اللي من اللي طبعا عايز الكنائس بتاعت مصر القديمه كلها برضه مش هتصدقوا الكلام ده، حوالي 14 كنيسه في مصر القديمه كل اللي بيصلوا فيها مش من مصر القديمه، مفيش ولا عيله في مصر القديمه مسيحيه. تلاقي لو لقيت عيله او اثنين في مصر القديمه كلها من اول الملك الصالح لغايه الملك الابي، لو لقيت عيلتين ثلاثه يبقى كويس جدا. فكان كل ده بيصلي من بره، بيجوا من بره كلهم اللي من مصر الجديده ومن الزيتون من شبرا. ففي بقى من الناس الحلوين هم الخيرين اللي بيصفوا على هذه الكنائس الفقيره، شافوا الراهب ده يطلع كل يوم وينزل كل يوم يتناول ويمشي ويجري، ما حد بيمشي على حد، فجابوا حد يمشي وراه يشوفه. فبقول له هم قالوا ده قاعد في طاحونة، طلعوا بقى شافوا الطاحونة لا لا. فبقول بقى بيقول كده هم بيقولوا بقى بيقول لقيناه قاعد ساند ظهره على الحيطه ويقرا في مرسحة. انا عارف كان خد مع شوال ولا كان واخد ايه بقى، قاعد معاه شوال كسر عيشه وبتاع. فقالوا يا ابونا احنا لازم نعمل لك باب هنا عشان ما صحش تنام كده في الهواء. كان ضروري، كان مثلا كان في الحر ايام بس هيخش عليه شتاء بقى ومطر. فهم اللي عملوا الباب وهم عملوا الشبابيك وعملوا له السلم وعملوا قال لهم طب انا عايز اصلي كل يوم، فعملوا له بقى ثاني دور بالخشب، الكل بالخشب. وعملوا له مسبح صغير، فكان بقى كل يصبح الصبح يعمل، هو كان بيقول كده بقى يصبح الصبح يعمل التسبيحه ويكبس القربان ويستنى شماس يجي له، وما جالوش شماس بس ربنا ما سمحش، ان دايما كان بيجي له شماس. دايما كان اول واحد ابتدى يجي له كان ابونا مينا الصغير، كان اسمه رمزي، ده كان شغال في شركه الدخان اللي في الجيزه وابتدى يتعلى وكروس، فكان يروح دايما كل يوم هناك، وكان هو بلده من الصعيد من ملاويه او مكاجا حاجه كده. فكان بقى ساعات بقى يروح له بقى يعني يقعد طول النهار عنده، ينزل بعد كده عند يعني الشركه بتاعته اللي بيشتغل فيها دي. فكان هو بقى اللي يصلي عنده كتير لغايه لما قالوا خلاص انا هسيب الشركه. وبعد كده هو بقى ابتدى يرهبنه على دير ابو صمويل وسماه ابونا مينا الصغير، ما سموش مينا الكبير ولا مينا بتوعه. وابتدى بقى يصلي قداسات كل يوم، كل يوم يعمل هذه الحركه. بعد كده قال واحد يعني اسمه عم مليكه وواحد اسمه عم فكري والناس يعني كان ربنا بعت له دايما يبعت له شماس، ما سمعناش في يوم من الايام ما جالوش شماس. طيب قدسك يمكن لفت نظري في القصه دي ان البابا كيرلس لم يطلب شيء، يعني ما راحش للكنيسه مثلا وقال لهم انا قاعد في حته محتاج مثلا باب وشباك. هو ربنا. هل ده من يعني دي الحياه من ضمن حياه الرهبنه ان هو ما يطلبش حاجه من حد وربنا هو اللي هيدبر كل حاجه؟ ده انا عايز اقول ان هو هرب من الشر على قد ما قدر، وراحت واحد في الحته دي وهو بيقول يعني زي ما تقول بقى فكره بيقول ايه؟ ماذا سافعل؟ دبرني يا رب. حتى لغايه ما تنيح برضه على فكره كان برضه قاعد ماسك الحمل وبيعمده بالميه بعد ما يختاروا، يقول دبر حياتنا يا رب حسب ارادتك الصالحه. الكلمه دي كان دايما نمره واحد قبل كل طلبه، يعني دبر حياتنا يا رب حسب ارادتك الصالحه. فهذه الكلمه كان هو بيقولها بقى وهو راهب كمان، دبر حياتنا حسب ارادتك الصالحه يا رب. مش عارف يعمل ايه، هو بيصلي ينزل يتناول يطلع فوق ينام جنب الحيطه وبعدين ينزل يتناول. هو كل يوم انا بقول كل يوم بيقول يا رب دبر حياتي حسب ارادتك الصالحه، مش عارف يعمل ايه، مش عايز يطلب من حد طبعا. طب هتعمل ايه؟ دبر حياتي يا رب. فربنا دبرني بهذه الطريقه بقى لاخر يوم في عمره. الناس دول على ما اظن ان هم اكبر اول ناس بنوا كنيسه مرمرس بمصر الجديده. الناس اللي كانوا اظن واحد اسمه حنا نسيم، واحد اسمه يعقوب بباوي، اسماء لامعه كان زمان، هم اللي بنوا كنيسه مرمرس مصر الجديده الناس دول، وكانوا اصحاب جدا بقى لابونا ميا متوحد. كويس قوي. يمكن قبل ما نبدا تصوير كان كبير الشمامسة اسمه فكري بترو صالح، ويمكن أتسابونا كان بيخدم مع رئيس الشمامسة فكري بترو. وأتسابونا كان بيقول لي كان بيجي مسافة قد إيه؟ كان ساكن في سنترال بتاع الجيزة. سنترال الجيزة بعد النفق بقد إيه؟ أنا مش فاكر، أنا رحت له زمان قوي برضه عن طريق بابا كروس، برضه كان بعتني برسالة لهم أربانة وكده، كنت بسأل عليه وعلى صحته. فعند السنترال، فكان ياخدها مشي من السنترال لغايه مريم يونس قديمه يوميا الصبح، يوصل حوالي الساعه 3 الصبح ايام ابونا ميا متوحد ويعمل معاه التسبيحه. فانا عم تيجي تحسبها مش قال لي من ساعتين مشي يا ناس، ساعتين مشي يوميا يوم الساعه 12 بالليل. يوم الساعه هو فين عم فكر نفسه كان يقول لي كده بيطلع الساعه 12 بالليل من بيتنا.
12 12 ونص خدها ماشيه. ناس الناس دي على فكره جهدت جهاد عجيب جدا جدا جدا، ما خدهاش بالسهل ابدا، وما يعني ما طلبوش الراحه، ما طلبوش الراحه. فكان هو بقى الراجل ده كان شغال في مصلحه المساحه، وبعدين اصيب بارتعاش في جسمه وحاجه كده يعني، فطلعوه من الشغل، فبقى ياخد المعاش من مصلحه المساحه، لكن كان يروح بقى يصلي مع ابونا امين المتوحد يوميا. فكان ساعات بقى هو يعني برضه يشد على ابو كروز ساعات يعني. ايوه ابو كروز كان يحتم له فوق ما تتصور، فوق ما تتصور، خلاص خلاص يحن عليه ويسمع له، يسمع له يعني. في يوم من الايام مثلا هو نفسه عن فكرة اللي حكاها لي، بيقول لي في يوم من الايام انا ابو كروز كان مستعجل، ما اعرفش مستعجل ليه، فبعد كده ففي القداس بيقول ففيما نحن ايضا نصنع كل نحن ايضا نصنع مش عارف في القداس واحد مش فاكرها، بس اخرها ايه؟ نقرب لك قرابينك على كل حال، من اجل كل حال في كلها. فهو قال كل ده سرا من متوحد، وجي عند كلمه على كل حال من اجل كل حال، قال بحس حالي، فرد عن فكره عليه قال له ايه؟ على كل حال من اجل كل حال في كل حال. قال له ايه عن فكره؟ قال له في ايه؟ قال له قول اسجد. لا بخفت. قال له مش هقول. قال له ليه؟ قال له ما سمعتش حاجه. قال لي انا اعمل ايه؟ قال له عيدها تاني. قال له حاضر. بيجي يحكي لي حكايه زي كده، مين عم فكر نفسه بيحكيها؟ بيبكي بيقول لك ازاي ابو كروس احتملني هذا الاحتمال، وابتدا من جديد عشان نقول ففيما نحن قد نصنع ذكرى الامه المقدسه قيامات بين الموتى، وقال ابو حس علي عشان يرد عن فكر اسجد لله بخوف ورع. اولا ابو كروس مؤدب وعم فكر اللي هو بيحافظ على الكنيسه برضه يعني، عايز اقول له عم فكر ما عملش حاجه وحشه، هو يعني هو عايز يسمع اللي انت القداس عشان انت تقول سيره. طب ما انت عامل قداس ليه مثلا يعني؟ هو ما جاش برضه في حته يعني ممكن انت تاخد عليه. طب ما هو برضه بيتكلم كنسيا وروحيا يعني، ربنا يعيد الراجل ده. وصحيح هو اللي يعني علمنا القبط كويس عشان احفظ المردات، ما كانش يحب واحد يمسك كولاجي يعني، كان عجيب برضه عن فكرة اللي اتعلمتها. قدسك قلت تعبيرات كتير حلوه قوي، يمكن زي قلت على بابا كيرلس كان مؤدب جدا وذوق جدا، وقلت كلمة كانت روحه حلوة لدرجة إن الناس كانت بتجيله منها عواجيز وناس غلابة يحبوا يجوا عشان خاطر هو بيستضيفهم بشكل يعني محترم جدا. هو كان دايما مع البسطاء، فهم الكبار يحترمهم يعني، الكبار الوزراء، ناس لوناي، ناس بتوع كنايس يحترمهم جدا جدا، ويقعد يا ابني هات لهم قهوة وكل حاجة، لكن تشعر بالتبسط مع الناس الفقراء. يعني مثلا حاكين الحكاية دي في شريطنا القديمة وكتبنا، وعادة ست طبعا عايز اقول لك حاجه بقى، ملاحظه يمكن برضو انتوا يعني ما تستوعبهاش، بابا كروس كان يصلي يوميا قداس بعد التسبيحه، ويوميا عشيه بالليل الساعه 5. يوم السبت بالليل يبقى الشعب كتير، ليه؟ ليله الحد كل الناس عارفه ان في عشيه. طب يوميا في اربع ستات اربع رجال يوميا، ما حدش يصدق بابا كروس السادس طول عمره في القاهره اربع ستات اربع رجال وحافظينهم بالاسم. القداس في 10 ستات و10 رجاله كل يوم، ما فيش اكتر من كده، وعارفينهم هم حد غريب نعرفه. في اسكندريه اقول لك ممكن كان ضعف كده، لكن برضه بنفس الطريقه، قول 20 و20 بابا الكراز المرقسيه ممكن يصلي كل يوم. فمن ضمن بقى العشيات كنت انا ماشي وراه بالبخور، عشان هو يحب كان يحب دايما بسوريا فيها بخور، ماشي وراه، فواحده ست اديت له بطين، بترك الكراز المرقسيه واحده ست تدي له بطين. طبعا الست دي من اللي بيحضروا عندنا كل يوم، عارفها طبعا، انا مش فاكر اسمها، انا بس عارف ان الست من ضمن الحي بتاع البرموسه. طب هات يا سيد مسلوقين كويس، هات مسلوقين كويس يا سيدنا. اه كويس عشان يسيحوا في جيب. لا سيد مسلوقين كويس. خلاص يا ابني ضمننا العشاء يا ابني. ست روحت، هتروح شكلها ايه الست؟ بطرك الكرازي خد منها بالطين. هتعبدها بكام؟ سمعتك بتعريفها شعره كام؟ وبرده مرات واحده ست برده اسمها مرات عم عزيز، عم عزيز ده كان راجل في الجيش وطلع ولا في البوليس، طلع المعاش برضه ست كانت جايبه له ثلاث فترات، وجايبه لنا احنا الفراشين كلنا كل واحد ثلاث فترات. اديت لبابا كروس الثلاث فترات بتوع الملاك، قال لي خد يا ابني وطلعهم فوق، طلعتهم فوق حطيتهم عندي فوق. فجاي بالليل بقى الساعه 9 بيقول لي مرات عم عظيم مش اديتك فطير؟ قلت له قال لي فين هو؟ قلت له كله زيت هيحرق قلبك. قال لي ناخد بركه، ناخد بركه، ناخد بركه، هاتوا يا ابني. قطع حته كلام، قال لي خلاص بقى وزع بقى ورا. ايه يعني عايز اقول لك بيعمل ايه ده؟ ناس بيعمل ايه ده؟ بيشتري على قد ما يقدر، مش بيشتري اجساد، بيشتري نفوس. ومين اللي بياخد بركه من مين؟ ومين بياخد بركه من مين؟ انا اي الحاجات دي في سواتي برضه قديمه، تحاول تسمعوها برضه، بس برضه كل ما الواحد بيتكلم كتير بيسترجع الراجل ده، هذا الرجل العظيم اللي
كسب ملكوت السماوات بأدبه وتواضعه وبروتينه اللي حافظ عليه من يوم ما اتولد يمكن لغايه ما اتنيح منه. على فكره ايامه لما القداسات ما تبطل ينزل يجيبوا له سماعه يسمعها في اوضته يسمع قداسات، تسمع انت شبعان قداسات، ويطلع الاسيس يسلم عليه بعد ما يصلي القداس يعلق عليه بكلام حلو يشجعه بكلام حلو، انا سمعتك مش عارف عملت وقلت وقلت. ايه اللي كبيره على كده الناس برضه؟ روتين. روتين ان هو الكنيسه توقف في حياته والقداسات ما عملش قداس تبقى اسمعه. ويقعد ساعة بقى ساعة ما يسمع قداس ما يتحركش بقى طبعا، ده قداس شغال بقى. بمناسبة ان هو في اخر ايامه ما كانش قادر، في وقت قدسك ذاكرها في التسجيل حكاية ابونا ارسانيوس المحرقي المتنيح اللي هو كان باسم كان شماس اسمه ويليام بخيت. فقدسك بتحكي ان هو كان تعبان لقاه متألم مرة وهو بيعمل التسبيحة. ما هو مصر قديمة برضه. ما دي كان عنده الأعور. مصر. قعد يعمل التسبيحة. وبعدين ابتدى يتعب وبعد كده جاب انا هطلع فوق شويه وانزل، طلع فوق ما جاب ابونا ارسانيوس ده اللي هو اسمه ويليام بخيت الله يرحمهم كلهم بقى. كان من ضمن برضه بيت مش بيت الطلبه بقى، هو كان موظف في سكه حديد، فكان واخد الاوض اللي جوه الكنيسه زيه زي الطلبه يعني برضه. انا كان مش متزوج بقى اترفع، فطلع يشوفه لقى نايم على السرير، مش نايم على لا يعني منزل رجله في الارض. نعم. قال له مال؟ قال له بطني وجعني جدا 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 وبتاع. قال لازم نروح المستشفى. ودوه هرمل وعملوه مستشفى الاعور. فحواليه كان يقول طول ما هو في البنج عمال وبعد البنج عمال يقول مزامير وترانيم وقداسات. العقل الباطن، العقل الباطن كله ترانيم ومزامير. ايوه، ما هو فكره العقل الباطن دي اللي خلتني يمكن اسال على ده، ازاي الواحد احنا بقى نستفاد ايه، وازاي فكرنا يكون رايح لربنا قوي ما يكونش فيه حاجات واخدانا في العالم وعمال تجري بينا. يمكن هو حتى في البنج عشان شبعان قدسك قلت كتله صلاه، قلت كده في كتله يعني. فانا عايز برضه احنا لو حبينا في العالم نعمل هذه الحركه كل اللي في العالم، مش اللي في الدير طبعا، في الدير نمره واحد، يبقى ما بين شغل وشغل او ما بين مشوار ومشوار المخ بيشتغل في بيشتغل في مزامير وترانيم وتاملات. يعني ايه السبب؟ ايه اللي يمنع يعني المزامير الصغيره المحفوظه او بتتحفظ؟ انت مش حافظ المزمور اقول سطور منه، بحيث انت بتبقى دايما مشغول باسم ربنا، وما تروح البيت تبقى شبعان. وبعدين كل ما تكون فاضي ابتدي اقرا بقى في الكتب المقدسه، وبعد كده ابتدي اكرر اللي انت سمعته ده برضو في بعض وقت الفراغ. حتى الواحد بيجي واحد ينام هينام في حضن الحاجات دي كلها، هينام مستريح جدا 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 طبعا. هي حتى العالم والرهبان، مش الرهبان بس، العالم كله كده برضو، الناس برضو يعني ضروري في وقت فراغ. مواصلات كفايه المواصلات، المواصلات اللي بتاخد بالساعات دي، ده انا ممكن سمعت فيها يمكن شريط ولا اسطوانه ولا حاجه اسمع فيها واعزب حالها، او اسمع فيها 10 صحاحات بدل ما اقعد اسمع حاجات ما لهاش لازمه. فالحاجات دي كلها بتثبت في المخ، بعد كده العقل الباطن بقى بيحوي الحاجات دي. هيطلع في يوم من الايام في وقت الشده وفي وقت ضنك وفي وقت تجربه، هتبص العقل الباطن طلع وغطى التجربه دي بسلام وفرح. خزين يعني. خزين. طيب بمناسبه احنا دلوقتي في عصر يمكن العصر ده سريع جدا وفي موجات كتير قوي، وبنسمع عن الالحاد وبنسمع. في طالب كان عنده الفكر ده وقابل ابونا مينا الطالب ده. ده ايامنا احنا شويه الالحاد ده من ايامنا احنا يا ناس برضه. ما برضه هو الطالب ده حكى لي كان بنفسه انا كنت في الالحاد ومش مصدق خالص، وقعد يحارب في الفكر ده ويطرده بالقرايات كلها مش قادر. فكان حوالي كان بعد الساعه 1 بالليل، فقال لك ابونا مينا واحد لسه منور الاوضه بتاعته، فنزل خبط عليه. هو طبعا بين بيت الطلبه وبين الكنيسه في سورين، يعني مش سور واحد يجمع الاثنين. فنزل خبط على الباب فتح لمين؟ قال له انا. قال له اطلع يا ابني. فبقول طلعت قلت له يا سيدنا الحاد والحاد وافكار الحاد وافكار شك في ربنا. قال له كل ده تعالى ما اصلي لك. صلى الله بيقول لك نزلت ما فيش حق. يبقى علامه الالحاد ده فكره شيطانيه. وهو اللي ما صلى له طرد الشيطان. يعني بقيت احنا كان عندنا بهذه الطريقه ان كل واحد عنده الحاد يصلي له صلوه يطرد منه روح الالحاد دي. ما الالحاد عباره عن ايه؟ عباره عن كفر بربنا. مين يكفر بربنا غير الشيطان؟ مين يكفر بربنا غير الشيطان؟ كل اعمال ربنا اللي قدامنا وخلقنا عشان يودينا التراب بعد العلم ده كله والتكنولوجيا دي كلها، يودينا التراب واختفى اسمنا من الوجود. يبقى دي ايه دي؟ وكان قصد ربنا فيها ايه دي؟ يعني زي الحيوانات. لازم في حاجه، لازم في اخره، لازم في جزاء، لازم في حق خزين. طب يبقى مين يضيع من كل ده؟ هو الشيطان،
هو اللي عايز يسرق كل ده مننا احنا. احنا لو رحنا واحد واحد شيخ من الشيوخ الكويسين الكبار الاسس يعني وكبار الكنيسه وصلى لي ابونا انا عندي روح الحاد، انا متهيئ 100% لو صلى له هيروح منه روح الحاد بالصلاه. انا رايي كده، ما دام روح شيطان، ما دام هو التلميذ الكلام ده سنه كام؟ سنه خمسينات قال عليه الروح الوادي بيحكي لي دي من خمسينات، شو الخمسينات لغايه النهارده شوف النهارده شكلها هيبه. ودي افكار كلها افكار شيطانيه عشان يخلي واحد يعمل ما بداله واخيرا يروح جهنم، يبقى كسبه الشيطان لو كسبه ربنا كسبه الشيطان. يبقى الشيطان اللي عايز يكسبه يكسبه بالطريقه دي. فلابد ان برضه الملحدين دول لابد ان هم ما يمشوش بدماغهم ابدا، يسالوا الكبار ويتراقبوا يطلبوا الصلاه. حتى هو لو ركع على الارض يقول يا رب انا عندي روح الحاد هيروح اشيلها منه، انا عندي اعتقاد في كده. لو ركع على الارض وصلى قدام ربنا قدام سوره قديس ولا سوره ست العذراء سيد للمسيح ولا عذراء شيل من روح الحاد هيشيلها، لكن هم مش عايزين، هم بيحبوا كده عشان يعملوا هم عايزين فنصلي ان ربنا يعمل شويه معجزات في وسطهم يخوفهم، يخوف ان في اخره صالحه يا ناس، وفي جزاء وفي مجازاه وفي جهنم وفي سماء. لابد ان في سماء بعد التكنولوجيا الجباره دي كلها في العالم ده، كل انسان ده يروح جهنم او ياكل التراب يعني ايه بس يا ناس؟ لو كان ربنا خلقه ليه؟ صحيح. ودلوقتي اكتر بكتير، احنا دلوقتي يعني يمكن ده لو في الخمسينات، دلوقتي في عصر التكنولوجيا والسرعه والنت بس كل ده برضه من البعد عن الكنيسه يا ناس، بعد عن الكنيسه، بعد عن الكنيسه، بعد عن الصلاه. ده مسيح ما بيقول هاتوا العشور قربوني يقول الرب. العشور دي فلوس. طب الفلوس بتتبع، ده احنا على ايامنا احنا كان واحد بيتجوز ب 20 جنيه. ياكل ويشرب ويسكن ويتجوز ب 20 جنيه. انا مش بهزر، انا عندي امثله. النهارده اللي بياخد 20,000 ما يعرفش يتجوز. يبقى علامة مش فلوس، هات فلوس عم بيها ايه؟ هات فلوس عم بيها الفلوس بتاعتك. طب اديني قلبك. اديني عشور قلبك، اديني ساعتين صلاه طول النهار وشوف انا عامل لك ايه. هخليك اليوم 24 ساعة 48 ساعة. لكن مفيش حد عايز يديله حاجة. مفيش حد بيديله حاجة، عايز فلوس مش عايزين فلوسك. اديني قلبك يا ابني، اعطيني قلبك وتلاحظ عينك ترك. يديله ساعتين كل يوم؟ ده بنسامحه في ساعة. ليه؟ عشان اليوم 24 ساعة نشطب منه ساعة 12 ساعة أكل وشرب ونوم. اديني عشور 12 ساعة الباقي. وشو أنا هعمل فيها إيه؟ يقول لك اليوم معفرط، ما أنت اللي عفرطته، ما اديتوش حاجة ربنا منه. وبعدين مش عايز كلمتين في يضحك بيهم على ربنا الصبح كلمتين يضحك بيهم على ربنا. طب ودي عشور ايه الكلمتين دول اللي ضحكت بيهم على ربنا؟ دي عشور. يبقى عشور دي تبقى صلاه. قرايه الكتاب المقدس وبعض التفاسير الحلوه فيه عشان ما نبقاش نقرا زي البغبغان. شويه تاملات، شويه مدايح او ترانيم تكون بتقربنا لربنا. هذه العشور خلاص كفايه. هشوف اليوم بعد كده يبقى يوم مفرح والمشاكل اتحلت والالحاد راح منه وكل حاجه تبقى حلوه. هاتوا العشور قربوني يقول الرب. ربنا يعني يفتح قادر يا رب، قادر يغير القلوب يغيرها ويثمر اولاده وبناته يكثرهم. امين. بمناسبه ابونا مينا المتوحد لما كان في الطاحونه يمكن قدسك حكي كتير قوي على ان هو كان يحب يستضيف الناس، وفي وقت استضاف ابونا فيليمون اللي هي اسرته واتكلمت عن نومته، وفي وسط الكلام قلت كان بيأدب جسده، وقلت كده كان جسده وقوره بيعرف يأدب جسمه. يعني ايه معنى الانسان يأدب جسمه؟ يعني ما يدروش كل ملذاته طبعا يا زلمه. يعني مثلا واحد عايز ياكل قبل الساعه 5 مثلا. طبعا مش عايزين نبقى نعمل اللي احنا بنقوله ده تيبيكال، لا يعني برضه بحريه او بحكمه. هو انت عايز تاكل قبل 5، طب انا هاكلك 5:30، يبقى هو عاند مع جسده. طب انت مش قادر تقف نص ساعه، انا هخليك تقف ساعه الا ربع، وهكذا. ده نوع من العند، والعند ده خد بالك منه ان هو هيديك ثمره بعد كده حلوه، هيفرح الانسان، هيفرح بيه. ان ربنا مش ظالم، هو نفس الانسان نفسيا هيستريح انه يقدم حاجه لربنا، بلاش روحيا، نفسيا هيستريح، والاستريح نفسيا هيستريح روحيا. فالواحد ما يقدم نفسه بجسمه، لكن كل ملذات الدنيا خدها، كل ملذات الدنيا خدها. ما فيش ادب لجسمه، ما فيش ادب، ما فيش حكمه، لا فيش حكمه ولا في ادب لجسمه. حتى في النوم انت قلت عنه ان هو كان ينام كده، يعني ينام بابا كروس كان ينام مفروض بشكل عجيب جدا جدا، وساعتين ساعتين ساعتين، ما عمروش خد الثمان ساعات والسبع ساعات على بعضها ابدا ابدا ابدا. ساعتين ويصحى وساعتين ويصحى وساعتين ويصحى. دي نوم قلقه على فكره، مش حلوه مش مريحه، لكن هو كان طبيعته كده. قدسك مره رحت تسلم عليه انت وكان ضرسك وجعك،
بمناسبة ده قد بيت إيه؟ الطلبة. أيوه في بيت الطلبة. ف إيه الروح الحلوة دي؟ هو واحد من الطلبة قال لي بابا كريس كانت راسم بطرك، قال لي وحشنا عايزين نسلم عليك، قلت له تعالى نسلم عليك. وانا بقى كان ضرسي واجعني جدا، ما اعرفش حاجه اسمها حشو، ما اعرفش، كنت ما فهمش في الحاجات دي، ضرسي واجعني وخلاص مش عارف اكل وتعبان ووارم. فانا قلت طيب اروح بالمره خليه يصلي لي على ضرسي. فروحنا دكاتره الولد خان قال بطرك خلص العشيه وطلعناها. طبعا هو مش هينام 5 دقايق ويصحى، لكن طبعا احنا بقى استعجلنا. ودكتور اسمه كان دكتور نجاح، ربنا يمسيه بالخير على المزون، لسه عايش في كندا على المزون دلوقتي، كان دكتور طبيب. فهو ماشي قال لي خساره يعني مشوار كده كده برضه يعني، برضه يبقى كروز كده برضه نجي لك اخر الدنيا. قلت له بس انا استفدت. قال لي استفدت ازاي؟ قلت له الضرس عمال ادوس عليه اشوف الوجع راح فين مش لاقيه، عمال ادوس وادوس وادوس على الضرس ما فيش وجع. ومن ساعتها عايز اقول لك اني قعد معايا يجي 3 سنين ما وجعنيش تاني بشكل عجيب. لما رحت بطرخانه بقى وجعني تاني. فكان في دكاتره بقى بيخشوا سيما سيدنا، فبحكي الواحد قال له ده عايز تحشي تعالى انا اوديك عند دكتور. يومين حشيت الضرس ها ب 80 ساعه سنة 65، 80 ساق حشو الضرس يا ناس. دكتور دكتور ما عرفنيش، مش بتقول لي عشان خاطر كذا ولا النهارده بكام حشو الضرس يا ولد؟ لا غالي قوي الدنيا غالية جدا. بوريكم الايام العجيبة بتاع زمان، عشان كان الانسان كان بيعيش زمان بشكل فوق ما تتصور. يبقى دلوقتي محتاجين صلوات اكتر يا ابونا. ربنا قادر يرعى شعبه، يرعى شعبه. امين. والاله يبقى كتير في ايديهم نعمة ربنا اسمه. امين. ومرة كمان كان قدسك عندك مغص قبل الليسانس. وبرضه ليلة بعد ايام الامتحانات برضه. رحت بقول له تعبان وعيان وعندي امتحان. قال لي كل ده؟ ما قلتلوش بقى عيان في ايه بقى، كان بطني وجعني جدا جدا بقى لي اسبوع مش عارف اذاكر خالص. وخدت كل العلاجات مفيش فايده. راح خبط على بالصليب على بطني كده. قال لي خلاص كل حاجه راحت. مشيت وكل حاجه راحت. قلت يا خبر، كنت رحت له من اسبوع يا رب. كويس انت ما قلتلوش فين الوجع ولا حاجه. ما قلتلوش حاجه، انا بقول له كده بس انا تعبان وعيان وعندي امتحان. راح مخبط الصليب على كده. كل ده؟ طب خلاص راح كل حاجه يا بقى. هو كان نبي 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 قديس. نبي ربنا مديله روح النبوه وروح وروح الفكر، روح روح الاختراق للنفس من جوه كما يشوف جسد بس يعني. قدسك قلت حاجه، انا دايما احنا لما بنقرا بستان الرهبان بنقرا قصص جباره، يعني الواحد بيبقى اوقات مش مصدق القصص دي، يعني ازاي عملوا كده الناس دي وازاي عاشوا كده. قدسك مره قلت ان انت كنت قاعد، كان وقت عشيه تقريبا، وكان هو هيسافر بعديها وقعدت تبص له من بعيد. لا ده كان لسه ما اشتغلتش عنده. كان لسه. انا كنت لسه بيت الطلبه. وقعدت تبص له من بعيد وبكيت. بكيت. فقلت احنا يعني قرينا بستان الرهبان، كنت قريت بستان الرهبان كتير قوي يعني. وانا كنت مش قاصد لا اتجوز ولا اتراح ما اعرفش، بس قريت بستان الرهبان بشراهه يعني بصراحه وانا صغير. يمكن وانا ابتديت من 17 سنه. والكلام ده كان مثلا سنه 65، كان عندي حوالي دخلت في 23 سنه. فقلت بقى فقعدت ابص عليه من بعيد بعد ما سلمت عليه ومشيت. شفنا يا رب انبا، شفنا انبا كارلس الكبير، شفنا انبا بخوميوس، شفنا انبا بشمهندس المتوحدين، شفنا ابو مقاريوس، عمال اقول كده ها ومشيت. بقى مشيت بصيت بقى كده بقى اسبوع جاي بعت لي يقول لي تعالى اشتغل عند ابو كارلس. فزي ما قلت له برضه كان نداء، انت بتندال هو نداه لك يعني، القلوب عند بعضها على راي المثل. وكان ايه اللي خلاك تبكي؟ يعني ما هو بقول لك انا ما كناش بنشوف الفعل، بنقرا ما بنشوفش المثل. فربنا وراني هذا المثل في هذا الرجل يعني، لقيت فيه كل الامثله دي. ليه كل الامثله في هذا الرجل؟ طيب مره كمان كان قبل السفر قدسك قلت اللي هو كان غاب 6 شهور بعد ما رسم الشماس سليمان. اللي هو قبل انا ابونا مينا. صحيح. الانبا مينا اللي احنا نفسه. وبعد كده كان راح هيغيب، غاب وقت كبير 6 شهور ورجع، وكان عنده سفر للحبشه. وقلت في التسجيل وكانت حوالي 3000 شخص موجودين ساعتها في البطرخانه. وما دخل ما كانش بيسلم على حد ساعتها وراح. ما هي دي بقى بقول لك، ما هي دي اللي هو اللي تاني يوم كنت قلت الكلام ده. يعني دي كان تاني يوم على طول بقى ودعوا بقى عشان رايح اثيوبيا. فراح مسكني قال لي تعالى مش بردان ومش عارف ايه، اتعشيت ادي معايا حديث. طبعا كان جنبي قاعد شقيق وابونا مخيل الكاهن وعم حنا الكبير. ويعني بعد ما سلمت على سيدي مشيت، يقول لي ايه ده؟ كل الناس واقفه محترمه، ايه تخش وسطهم ازاي كده؟ وكان ساعتها قاعد جنبي وزير التموين كمال رمز الدين وبعض السفراء بتوع اثيوبيا وناس محترمه كده. بعد قال ازاي تخش وسطهم؟ قلت له هو ده قال لك ازاي ما شفناش؟ قلت له ده عمل ايده كده. فالمهم بقى في الوقت ده فعلا بقى يبقى دي تاني يوم بعد بقى انا قلت ايه ده احنا شفنا قديس عظيم.
راح الحبشة بقى، ففي وسط الطيارة بيقول الشماس يوسف منصور بيقول له سيدنا تبارك 6 أشهر ما عندكش تلميذ من بعد ما راح بنت أبونا مينا سليمان رزق. قال له خلاص اخترت واحد من بيت الطلبة مصر قديمة. يا مالوش مين بقى؟ قال له مين يا سيدي؟ لما نرجع مصر تعرفه يا ابني. رجع مصر واخدني بقى. فعايز اقول بدني القلوب برضه، القلوب عند بعضها برضه بهذه الطريقة برضه. الاشتياقات. في اشتياق معين. اشتياق طبعا. طيب قدسك يمكن أول مرة رحت للبابا، قبل ما نروح لأول مرة قلت إن هو كان قال لك علمك القربان، وهو بطرك كان بيعمل كده صح؟ يعني هو اللي كان بيعمل القربان وهو اللي لا مش بطرك، بطرك ما عملش قربان بقى، بطرك وبطرك كان يجي القربان من مصر القديمة. يعني فضل لغاية لما تنيح المزام في القاهرة القربان يطلع من مصر القديمة يصلي بيه في بطرخان. في اسكندرية كان احنا والفراشين ننزل نعمل قربان في الدير، كنا أنا وأمبامينا نعمل قربان في الدير يعني بشكل عجيب، وكان مصمم على كده لغاية ما تنيح برضه. مرة رحت انت فهو بقى ما عايز ياخدني، انا رحت الصبح وديت القربان بتاع مصر القديمه للبطرك، ورحت في اول اتوبيس بيطلع 5:30 واحنا صاحيين الساعه 3 ولا عشان نعمل قربان، ونقفنا نكبس القربان نمشي الساعه 3 5:30 ياخد اول اتوبيس عشان نروح بطرخانه، والمشوار 10 دقائق خلي بالك من 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 باب الحديد لغايه مصر القديمه ما زدش عن 10 دقائق ابدا ابدا ابدا. شوف النهارده كله 1:30 ولا حاجه. فروحت بدري قوي ودخلت لقيته هو رفع الحمل بتاع البطرخانه. قلت ايه ده؟ ما صحيني بدري وتعبنا، وقفت على جنب زعلان زعلان كده مكشر. فهو بقى ابتدى يبخر البوليس بقى قلت له جت عندي انت زعلان؟ قلت له طبعا زعلان. زعلان ليه يا ابني؟ قلت له القربان ما خدتش بركه القربان النهارده. فلغتي كانت بسيطه معاه والحمد لله كان هو برضه يقبل لغتنا بسيطه دي. قال لي ما انتوا بتتعبوا يا ابني ما القربان ده كويس. قلت له بس الدنيا انت متعود بقى لك كام سنه ما. ليه تقطع العاده؟ قال طب بعدين بعدين. طلع بعد كده بقى ما طلع بقى من الكنيسه بقى وماشي قال لي تعالى تعالى معايا النهارده وانا اعلمك تعمل قربان بدل ما تتعبوا هناك في مصر القديمه. قلت له بتعلم فين هنا؟ قال لي في بطرخانه تحت. ما انا معلم ابونا مينا. قلت له طب ما نروح الدير نتعلم. بتاع ابونا مينا عثمان. قال لي انا اعلمك هنا. مش عارفه بقى ان هو عايزني. قلت له اي كلام بيقوله ده يا عم امشي. رحت ماشي. مشيت انا بقى روحت في مصر القديمه وبعت لقيت الغفير الشاب بتاعه اللي بيوديه الاكل بقى وكده. من مصر القديمة عندنا برضه. قال بطرك بيقول لك استنى هو عايز يقعد معاك ويكلمك ويقول لك تعالى. قلت له بطرك بيهزر. يقول لي تعالى اعمل قربان. قال بيهزر بطرك بيهزر؟ بطرك ما بيهزرش يا ابني. قلت له طب ما بيقول لي تعالى اعمل قربان اعلمك القربان. تعلمني فين؟ قال لي خد واسال طلبك بيقول لك تعالى البطرخانة ومعاك البيجامة والتوني. قلت له حاضر. رحت بقى لقيته بقى اقعد معاه اشتغل معانا يا ابني. وقعدت من اليوم ده. وقعدت بقى برضه لغاية لما برضه قبل ما اتراهبن قال لي عايزين نعمل قربان. برضه حاجة عجيبة. الدير ما فيهوش دقيق، ممكن تروح اسكندرية، كنا في الدير هنا ساعات، ممكن تروح تجيب لنا دقيق. رحت اسكندرية جبت له شوية دقيق وتاني يوم جاي لقيته بقى إيه بيكتبوا تسكيني راح بنوني. قلت له برضه القربان في الأول والقربان في الآخر. برضه الذكريات بيبقى فيها يعني كويس إن الذاكرة الأولانية كانت دخولي عنده بالقربان ورهبانتي كانت برضه بالقربان. ربنا يحافظ عليك يا ابونا. مرة قال لك البابا كارولوس قال لقدسك سلم على الماري مرقص. ايه حكايه الموضوع ده بالظبط؟ الموضوع ده برضه اتكرر في اسكندريه ومصر. انا رحت اسكندريه الشباب بتوع اسكندريه قالوا لي انه حصل الكلام ده ايام ابونا مينا برضه. هو كان متعود يخلص التسبيحه من مثلا من الساعه 3:30 ولا 3 لغايه 4:30 مثلا. يكون جم العرفان، العرفان يكون ما يستناهمش لما يجوا، كان هو يبتدي التسبيحه. فما جم العرفان يبتدي يرفع البخور. اليوم ده بقى بالذات عرفان اتاخر فقعد يتمشى في الكنيسه، والكنيسه ما فيهاش غير لمبه واحده منوره قدام الهيكل ومفيش لا نجف ولا بتاع، كل يحب النور الهادي. قعد يتمشى يتمشى يلف البطرخانه يقول له في حد جه؟ قلت له محدش جه. طب ولع علينا فحمتين. ولعت فحمتين، ولعت الفحمتين وابتدى نرفع البخور انا وهو بس، مفيش على عريف ولا حد جه. وجا عند الكرسي بتاعه بقى اللي هو بيبقى بتاع مرة مرقص ده، وقعد يبخله ويضحك ويسجد. انا قلت يا اخويا طب انا الكرسي ده بتاع كل يوم يعني ايه اللي حصل ايه في الكرسي؟ طلع له قرون ولا طلع له ايه؟ ده في كل ده في قلبي بدون ما الكلام بتاعه ما اتغيرش. الزكسترجات هي الزكسترجات وكل حاجه بس قلبي بيقول كده. راح واقف بنظره عميقه كده وبغضب خدها ولا تنام سلم على مرة مرقص. قلت له مش شايف حاجه. قال لي ده قاعد على الكرسي فرحان. قلت له مش شايف حاجه. امال بسلم عليه هو امال بخله ازاي؟ سلم عليه. قلت له مش شايف يا سيدنا. راح رشم السيد.
ربنا يكشف عن عينك يا ابني. طيب سلام ليك يا مرام، سلام ليك يا مرام. عايز اقول بقى ان هو برضه مراد اسكندريه قالوا لي نفس الكلام ده حصل ايام ابونا مينا لما كان تلميذ عنده برضه. فبرضه ربنا ما كشفش عن عينيا من 65، الكلام ده كان 65 لغايه 69 لما جيت اترابي. برضه انا قايل الكلام ده برضه في شرايط ان هو عارف بقى ان هو هيروح اسكندريه ونطلع من اسكندريه على الدير. كان بيقعد بالشهور يعني، يقعد شهرين ثلاثه في اسكندريه، نطلع على الدير نقعد شهرين ثلاثه، مش كل اسبوع، لا لا، كان يقعد بالشهور يعني، ننزل مصر نقعد ست اشهر. كان دي عادته من يوم ما اترسم بطرك. فانا عارف بقى المره دي يمكن بقى خلاص بقى لي خمس سنين معايا يعني، زي ما عمل مع ابونا مينا هيرهبني. فقلت يعني دخلت واعتمدت على ربنا بقى، فدخلت نمت وقلت يعني كانت الساعه 1:30 نمت بالليل، وخفت لحسن هو بيمشي 3:30 الصبح بالعربيه، هنام هقلع البيجامه وانام وبتاع، انام بالبدله. نورت بقى لمبه فوقي عشان تدفيني. كنا في يناير ولا كنا في ايه بقى، مش فاكر كنا فين، بس كان ساعه. قلت اللمبه تدفيني يناير. في المذكرات يناير تدفيني اللمبه، وكمان يبقى يعني يبقى تصحيني. فصحيت على حلم بقى بقسوه جدا جدا جدا، بصوت عالي جدا، انه واحد راجل ماشي لابس جلابيه وماشي زي ما يكون حافي ولا صندل مش فاكر، ورافع انجيل كده في ايده ورافعه كده، والبطرك ماشي ورا ماسك عصا وصليب ماشي ورا، وصحرا صحرا صحرا، وعين بابا كريس على قف الراجل ده على راسه كده. فالراجل بيمشي كده، بابا كريس يمشي كده، الراجل يمشي كده، يمشي كده. انا بقى ايه في مخي، انا ماشي وراه وبعض الشمامسه ماشيين ورانا، فانا اعتقادي ان الراجل ده هو اللي مضايق البطرك، بطرك عايز يمشي، وده اللي ايه هو ده اللي هو اللي منعه معاكس ان يعني ينطلق. فبقول للشمامسه ورايا عايش لغايه دلوقتي اسمه رؤوف، ربنا يمسيه بكل خير، راح معانا. والمهم رؤوف ده راح معانا في العربيات اللي راح الدير، راح اسكندريه برضه، على اعتبار ان هو العربيه فاضيه، طب اركب يا ابني. ففي الحلم شفته قبل ما اعرف انه هيجي معانا. فبقول له يا رؤوف ما تقول للراجل ده ينزاح من كده ولا ايه؟ قال لي ينزاح ازاي؟ ده هو ده اللي يمشي قدام البطارقه. قلت له يعني يمشي قدام البطارقه بتاعنا ايه؟ ده البطارقه بتاعنا العظيم، يمشي قصاده عشان نعمل ايه؟ قال لي ده ما يصحش ازاي؟ ما تعرفوش ازاي؟ قلت له ما اعرفوش. قال لي ما تعرفوش ازاي؟ قلت له ما اعرفوش. كل مره الصوت بيعلى 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 بيعلى، لقيت في اخر مره بيقول لي ما تعرفوش ازاي؟ ده حامل البشاره العظيم، وكلمه العظيم هدت الاوضه عليا بالزلزال، وصوت ضخم جدا وعالي جدا. قمت لقيت نفسي ايه ده؟ بس بعد كده بقى بمدة بسيطة سألت بابا كريس، قلت له أنا شفت كذا كذا، قال لي ده مرموس اللي أنا ماشي وراه، هو ده مرموس يا ابني اللي ماشي وراه. يبقى علمت ربنا استجاب له برضه من 65 ل 69 برضه بيكشف عني، بس كشف عليا برضه من ظهر مرموس، شفت وشه، يا ريت ربنا يورينا وشه برضه. أمين يا ابونا. طيب قدسك يمكن بمناسبة إن البابا كان ليه علاقة كبيرة قوي بالقديسين، مرة طلب منكم ان انتوا تطفوا النور. دي 65 دي برضه. كان ايه سبب الموضوع ده؟ سبب كان برضه العلاقة بيننا وبين الحكومة كانت صعبة جدا جدا جدا. كنائس بتتقفل، كنائس ما تتبنيش، كنائس كده. شوية ونبعت لوزير الداخلية، ما فيش حد بيعبرنا، ما فيش حد بيعبرنا. طبعا أنا ما حضرتش الأيام دي، لكن كنت بسمع، أنا كنت بتطلب، لكن كان حاضر الأيام دي كلها أبونا مينا اللي هو سليمان رزق اللي قبليه بخمس سنين. في اليوم ده بقى سمعنا في كنيسه في اسوان اتهدت، وبعدين بعتنا برضه وزير الخير ما عملش حاجه. المهم سيدنا بقى رحنا صيام الكبير، رحنا اسكندريه، كنا في مارس مثلا، وعملنا مجمع مقدس في مارس، مجمع قدس بقدام في القاهره اتعمل في اسكندريه. ما اعرفش اتعمل في اسكندريه ليه ده، ما ممكن ما دام البطرك موجود في اي حته، والمقرات دي بتبقى طبعا تبقى رسمي، مجمع ده لازم يكون رسمي، لأن عدم وجود المجمع في مكان رسمي يتلغي كل قراراته. دي من شروط مش شروط مسيحية، شروط الدولة، إن يعني قرارات المجمع المقدس تكون مطبقة بقوة القانون بالحكومة، ما تكون في الموقع الرسمي بتاع حضورها اللي هو القاهرة أو اسكندرية. فحضروا بتاع وطلبوا إني أقابله جمال عبد الناصر عشان يحكوا له اللي بيحصل، لأن خلاص إحنا تعبنا جدا. فهو قدمنا الطلب ده في المجمع المقدس سنة 65، وبتاع ده اروح بقى الدير ونصلي بقى. ابتدي اصلي نص، عايزين نص الصيام الكبير كله، لغايه ما جه ليله عيد القيامه، وبرده هو ده اللي صلاه في الدير برده. طبعا عايز اقول لك بقى ابو كروز ما بعت الجواب ده عبد الناصر ما يعرفش ايه التوقعات، صحيح راجل روحاني كلها، لكن مش كل حاجه ربنا هيوريها يعني فيشعروا بيها بطريقه معينه. طيب فانا عايز اقول، انا بقول لبعض الناس انه كان يوميها
مضطرب يعني، هيقابل رئيس الجمهوريه هيقول له ايه ويقول له ايه، يقول لي ما تقولش كده بكروس كان عظيم. ايوه لكن ده انسان، لابد انه في برضه نوع من الخوف، نوع من الاضطراب. الله ده احنا مقدمين على حاجه يطلع فوق خالص يتنزل تحت خالص مثلا يعني. فانا بقول له ما كان مضطرب. ففي الليله دي بقى كان في بنولع الكهرباء كل يوم سبت، بنولعها 6 3 4 ساعات، وبعدين كل في الباسكه كنا كل يوم ساعه. فليله العيد ولعناها يوم السبت بالليل، فجاء بعد ما خلصنا التسبيحه قالوا تطفي المكنه. قلت له النهارده ليله عيد، قال ولعوا كلوب، ولعنا كلوب جاز. فصلى الاولاني ابونا انجيلوس السوريان اللي احنا نفسه هو اللي صلى القداس الاولاني من الساعه 11 ونص 12 لغايه يمكن الساعه 1 1 ونص. فاول ما دخل هو بقى 1 ونص صلى القداس الثاني قال اطفي الكلوب. قلت له النهارده ليله عيد، قال هم عايزين كده. انا مش عارف مين عايزين كده. طبعا اطفي. أتاري كان قاعد لأبونا موسى كان ماسك المكنة، قال له الدراويش يا أبونا موسى مش عايزين كهرباء، اطفي الكهرباء. قال له مين درويش؟ قال له تعرف بعدين. ما سماهم درويش خلاص. بعد كده راح بقى يصلي القداس، وجاء الساعة بعد ما خلصنا الإنجيل وهيخش بقى يقول أواشي. الساعة كام يا ابني؟ قلت له 1:30. تأخرني يا ابني، تأخرني يا ابني. أنا إيه تأخرت له؟ أنا قلت تأخرت بالقداس ربع ساعة ونص ساعة، نطلع نفطر صاحيين من شو بقى لمسيس على القداس على كل يعني، يعني ايام صعبه فيها سهر وفيها تعب جسمان. اللي قال لي واحده قال لي يا ابني، قال لي يا ابني ده احنا مستعجلين، لقيته عمال يعيط ويطول. طبعا ما فيش حد في القداس غير انا وجنب مين يمكن كان موجود، والسواق عم عزمه وديع الفراش، ادي اللي كانوا موجودين في القداس. ما فيش حد، ما فيش حد. والرهبان كلها صلت القداس الاولاني، كل واحد راح اوضته بقى خلاص، ما هو صلوا وتناولوا. ابتدى يصلي ويعيط، ويمكن مش سامعين بيقول ايه، ونحط ودنينا جامد عشان نقدر نرد المراد بتاع الشعب. ويصلي يصلي لغايه التناول، وتناولنا طبعا القداس كلنا محرجين جدا يعني، اول مشفقين عليه بيعيط العياد ده كله. ما بعرفش العياد ده على فكره، العياد ده يبقى عياد مش زعل، ده عياد نفسي. يعني ايه عياد نفسي؟ انا بقول كده، ده عياد واحد مستصغر نفسه عن الرؤيات اللي بيشوفها، مستصغر نفسه جدا على اللي شايفه. فعشان كده هو مش قادر يبكي، مش قادر يعمل غير انه يبكي. مش بيبكي زعل عشان هيقابل عبد الناصر، لا ما تالي لا، ده زعل يعني بكى عجيب غير اللي احنا عارفينه خالص. بعد خلص القداس بيبتسم وبيرش الميه، رش الميه الكنيسه كلها، ما فيهاش حد غير 4 5 اللي احنا موجودين. يقول لي مش تعشى ضيوفك؟ قلت له فين ضيوف يا عم؟ قال لي الكنيسه على خيرها، مش هم اللي طلبوا تطفيه النور؟ قلت له يا عم خلاص كتر خير، قلت اي كلام وخلاص. وطلعنا جبنا له العشاء، العشاء بتاعه كان شويه شوربه، حته لحمه، حته جبنه، لقمه ناشفه، حاجه زي كده. الصبح بنجيب له بقى ايه؟ كوبايه شاي وفنجان القهوه بتاعه. صبحت الصبح اكل لقيت نفس الاكل، هو 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 بتاع الجلسه. قلت الله، انا اتخضيت في الوقت ده، قلت الله يا الراجل ده زعلان جدا عشان ما ياكلش، يا اما فرحان جدا ما ياكلش، يعني حاجه من اثنين، الفرح جدا ما كانش عشان ياكل، انا عم واثق من كده يعني. الزعلان جدا ما ياكلش برضه. لمينا كل حاجه حطينا له بقى الفطار ولا حاجه وكده. بعد كده رحنا اسكندريه، وكان عندي اسيس صاحبي صاحب العيله جدا اسمه ابونا زكريا، لقى في كنيسه المياه بالورديان، كان صاحب العيله جدا جدا جدا. فانا جاي يزورني، كان مجمع كهنه بتاع اسكندريه جايين يعيدوا على عيد القيامه لما جيت وكده. وكان اتحدد في الوقت ده بقى في واحنا في اسكندريه، اتحدد تيجي تقابل سيدنا، تقابل عبد الناصر يوم 9 يناير سنة 65 اللي هو عيد ميلاد العطر. صلينا عيد الميلاد ونزلنا على عيد ميلاد العطر، ونزلنا بين عبد الناصر. فبقول لابونا زكريا ده بطل بتاعنا مش لقيت يصلي مع السواح وعمل وكهرباء وبتاع وحاجات له حكايه. وسكت حكايه وخلاص. وده دخل قدام الاسس كلها وراح دار المطاني يبوس ايد سيدنا. عهد عظيم يا بابا كرولوس خليك لينا. قال له اللي عظمه؟ قال له البطل بتاعنا بيصلي مع السواح، لا سمعنا قبل كده ولا سمعنا بعد كده. لقيت بقى كويس عمل كده. انا طبعا واقف بره اتخضت جدا، بقول لك حاجه تروح تقول له، هيقول لك مين اللي قال لك؟ يقول لك ابن رفيع. اتخضت زعلت جدا. بصيت بقى عمل كده، طب يا اخويا خد يا ابني اداله شوكولاته هاي، والاسس بتاخد ياخد شوكولاته هاي، كل واحد ياخد شوكولاته هاي ويمشي. هو لو كان في الوقت ده قال له ايه اللي قال لك وما قالكش وده ما هتطلع هتفبرك، لكن لا هو اتكسف اعمل طب يا ابني خد يا ابني. وعرفت القصه دي صح، انبسطت ليه بقى؟ لان هو ما كذبهاش، ما اديناش اي شعور ان هو مش قابلها، لا قابلها اهو، دي اللي فرحتنا اكتر بقى. وبعد كده عبد الناصر خده بالاحضان
قال له لا أعلم عنكم أي شيء يا والدي، واللي أنت عايزه هعمله لك. كنائس اللي اتقفلت هتتفتح، واللي مهدودة هتتبني بالمسلح، وعايز تراخيص هديك اللي أنت عايزه، واديني أسماء كنائس اللي عايز تراخيص. وبعد كده أنا عايز أرد لك الزيارة، أنت زرتني في بيتي، أنا عايز أرد لك الزيارة. قال له عين قصيرة، إيد قصيرة. قال له عندك أرض فاضية في الأمبروس، ابني كنيسة فيها حلوة وأنا أجي لك أزورك فيها. وابتدت بقى كده العلاقات بقى من بعد السواح اللي جم. أنا بقول السواح دول كانوا جايين بيقولوا ما تخافش إحنا معاك، معناك أنا رأيي كده يعني. والدموع دي كانت دموع بقى واحد كبير كتير عليه المنظر يعني، واخد أنا بشوف منظر مش مستحقه أو حاجة كده، ببقى قمة البكاء الفرح، ما حتى أقول لك بكاء الفرح، ما بقولش ولا دموع الفرح، دموع الفرح صح. طب قدسك اتكلمت كتير قوي عن دموع البابا، يعني يمكن برضو كان برضو يدمع كتير برضو، بس في ملاحظة حلوة جدا ان البابا كرس كان يدمع في القداسات، بس على شرط القداس اللي يدمع فيه ما يكونش فيه ولا مخلوق. يعني مثلا يعني هجيب لك مثلا يوم خميس العهد اللي هو سنة 70، انا سنة 69، انا طلبت 69، خميس العهد 69 ده هو صلى خميس العهد، كان القداس الثالث يعني القداس الاولاني ابتدى الساعة 12، القداس الثاني الساعة 1:30، والقداس هو يبتدي 3 يطلع 5، فهو القداس الأخير ما لوش في حد خالص، يا دوبك لو عريف رضي إنه يصلي معاه كان كويس. القداس خده كله بكى، بكى عجيب جدا. ليه بقى؟ ما عمري شفت بكرس يبكي وفي شعب، ودي ملاحظة حلوة جدا. ليه؟ ما تبكيش الشعب معاك، أنت تحزن احزن أنت لوحدك، هتحزن الشعب كله ليه؟ الشعب جاي يتعزى وجاي يسمع قداس حلو، ليه تفضل تبكي قدامه؟ فهو كان نبيه جدا في الحتة دي، إن هو لما يبص ورا قدام ماليش حد في الكنيسه بتدعي يعيط بيبكي. طب البكاء ده طلبات من ربنا، ممكن يعني استرحام، ممكن يعني مناظر روحيه، يمكن مش عارف ما اعرفش. فيوم الخميس عادي ده بقى قاعد يبكي، وخلصنا القداس وتناولنا ومشينا. شم نسيم ده قاعد في اوضته ومش عارف كان عايز مني حاجه، فهو بيكلمني كح، فما كحش اقول لي، قال لي ميه يعني. رحت جبت له شويه ميه واديتها له، يمص الميه ويروح يكح يعني، مش يشرب ميه بقى، تيجي مصاه كده واحد تروح. قلت انا اصل يا ابني ما تجي لي الزرزره دي ما فيش حد تهديها غير نقطه ميه. قلت له زي ما قال لك يوم الخميس، قال لي قال ايه يوم الخميس؟ قلت له الخميس العادي قعدت تتعيط والقداس كله بكى، انا كنت ببكي عشان كده. قلت له ما فاكر ان هو زرزره مش قادر يتكلم. قال لا. قلت طب انا ما اقدرش اقول، طب بتبكي ليه؟ ما عندناش اقول. بصت ايده تاني مشغل، ولغايه دلوقتي عمال طب ليه؟ ما قدرتش اقول له ليه؟ هو ما قاليش ليه طيب؟ كنت ببكي عشان كده. انا بقول بقى لا، كان في منظر روحي قدامه. كان في منظر روحي قدامه خلاه يبكي هذا البكاء اللي هو بيعتبر نفسه مش مستحق انه يشوف هذه المناظر، فالبكاء بينزل زي الميه. انا فاكر البكاء ده زرزاره مش قادر يكمل الصلاه وكده. فهو دي ملاحظه الحلوه اللي انا برضه بنبه عليها كل الكهنه بيستلموا عندنا. إذا كنت تجي لك روح البكاء أو روح الدموع في وسط قداسك، أوعى تبكي قدام الشعب. ممنوع ممنوع ممنوع. يا ناس، الناس جاية تتعزى وجاية تفرح وجاية تقول معاك وتسمع منك. أنت عايز تبكي ابكي في قداسك خصوصي على جنب. اعمل زي ما أنت عايز قدام المسبح قدام ربنا. أو في مكانك الخاص. أو في مكانك الخاص بينك وبين ربنا. صحيح. طيب ممكن قدسك كنت دايما بتتكلم عن دلوقتي ان عينك دايما كانت على البابا، والبابا كان بيقول لبعض الناس لما كانوا بيروحوا له انه قدسك كان طول الوقت عينك عليه. لازم طبعا. صح طبعا طبعا طبعا. كنت بحبه، الحب بتاعنا خلانا ان احنا يعني عايزين نمص كل حاجه، حركاته في حركات الصلاه وحركات المشي الهايد الهادي، حركات الاكل بتاعه بالاتيكيت، اللي ما يعرفش حد يقلده او جابه من... طبعا عايز اقول تكيت المسيحي، تكيت محترم. المسيحيه محترم انها بتحترم الاخر دايما. فعايز اقول لك برضه ان هو برضه لما جاء اسيس يستلم هنا في الدير، والناس كنت انا تروح بنته بيستلم مني الحمد لله اشكر ربنا، بسلمه اللي استلمته. فبيقول له كان اسمه ابونا صليب الله يسيب كل كبت على الحضره. قال له ابونا صليب مين سلمك في دير مرمينا؟ قال له ابونا رفيق. قال له فالعرفان حكوا لي الحكايه دي، عرفان المعلم اسعد المعلم فهيم كانوا قاعدين جنب سيدنا ساعتها بيعيدوا عليه برضه، ف هم اللي جم حكوا لي بابا كريس بيقول عليه كذا كذا. قال ابونا رفايل استلم مني كل حاجه، كان طول ده عينه عليا
وكل ما اتغاظ منه ما يفضل باصص لي كده، يروح بقى يوطي وشه وبعد كده يبص لي من وسط الحيه كده، من وسط الشراشيب بتاعه الحيه. فالكلمه دي ما حدش يعرفها الا اذا كان المعلمين ما يعرفوهاش، يعني بص من وسط الحيه كده، فهم يجوا يقولوها لي، فبرضه علمت ان الكلام صح الحمد لله. وده خلى قدسك تتعلم حاجات كتير قوي تسلمها. اه بنعمه ربنا. قدسك كنت بتكلمني قبل التصوير عن البابا في القداس كان ازاي بيتعامل مع الذبيحه، وازاي في وهو بيعمل الدوره. اه كان بطيء المشي، بطيء المشي كانه واحد بيتنزه مش بيجري، بطيء حركاته بسيطه جدا جدا، حركات الشوريه في ايده، حركاته اتيكيت عجيب جدا، بساطه الحركه، بساطه الحركه. هو يعني بقول لك كنا بنحترم في كل حركه الراجل ده. طيب حتى في برضه حكايه وحكيتها برضه، تقعد تسمع الشرايط القديمه موجوده في السوق عندكم. كان زمان الهياكل بقى كل يصلي في النص، الستات عندهم كنيسه ثانيه على ايدنا الشمال كده بعد الهياكل، بيقفوا في طرقه كده تبع الكنيسه الثانيه بتاعت استفانوس، لكن الهيكل اليمين ده كان بيعمل له الرجاله اللي يتناولوا، كان كله بيتناول جوه. دلوقتي احنا دلوقتي يعني حبينا ان كله يطلع بره، كل العالم رجال الستات يطلع بره والتناول يطلع لهم بره كله. في يوميه كان ساعتها الرجاله في اليمين، بكرس بيصلي في النص في القداس ده في القطريه دي مرسيه والقاهره. فجاء واحد مجبس ايده كده بدراع كده، عامله ايده مجبس ايده كده، فبيجيب لفايف من جوه الهيكل، اللفايف بتاعتنا على الترابيزه جنب جوه الهيكل بتاع بكرس يصلي عليه جنب السور على طول، ياخد لفايف يروح يودي للناس. فعملها مره واثنين وثلاثه، انا ماسك الحيه قدامه ماسكها، وفي شباب جنبي بس يزرعوا، كانوا كبار كانوا صغيرين، متهيألي كانوا صغيرين. فالراجل ده عملها مره وعملها اثنين وعملها ثلاثه، الراجل ابو دراع ده ومش طب مش شماس ده، بعد ما خد اللفايف وراح يوديها كلكم طراطير اجي صلي. كل ده عشان ما يسمعش، عشان ما يسمعش الراجل، عشان ما يسمعش احتراما، عشان ما يسمعش يا ناس ازاي فين الذوق ده يا ناس، فين الذوق ده يا ناس. طبعا انا سبت الحقيقه على جنب كده وقلت لهم عن اذنك انا هوزع له. قال لي انا هوزعها بس عشان في ثلاث اربع، قلت له انا هديله، ما انا هديله. قال سيدني يزعل، يزعل ليه؟ مش هيزعل، يزعل مش هيزعل حاجه، بس انا هديله، انا هديله، انا هديهم، انا هديهم. وسكت الراجل، رجعت مسكت الحاجه، مش عايز ازعله. يعني طريقه ايه اللي بيعمل، ايه اللي بيعمله؟ زعل ايه؟ لا لا هيصالحنا بقربانه ولا باي حاجه، لكن الراجل مش عايز يزعل. الراجل بيعمل خير وصحيح منظره وحش ومش لابس شماس، لكن يعني شوف شوف احترام النفس يا ناس برضه. عشان كده بقول لك الراجل ده يحب، باوكريس يحب، يحب من كل الناس يعني. بركته معانا ومعكم امين. في بعض الصلوات كده كان البابا يصليها زي مثلا تحليل الكهنه، وكان في جمل وكلمات معينه البابا كان يركز عليها قوي، وقدسك قلت في التسجيلات بكل عمق كان يصلي الاجزاء دي. هي بحكم رب المظلومين دي. كان اولا حافظ التسبيحه يعني على الاقل، على الاقل 90% حافظ التسبيحه، تحليل الكهنه يبقى حافظه خالص، ماسك العصايه وحاططها على ايده كده وبص للشرق قدام المذبح عمال يقول بحس عالي يقول تحليل الكهنة واحنا واقفين وراه. فكان عندي احكم يا رب المظلومين دي كان يقولها بحس عالي، احكم يا رب المظلومين، احكم يا رب المظلومين، احكم يا رب المظلومين. في ملاحظه ثانيه برضه، ان هو عندي اذكر خليها اجتماعاتنا، اذكر لا امبارح في اجتماعنا هذا وكنت اجتماع الشغل الرزقسين، اذكر اذكر البابا كرولس مثلا او بابا شنوده مثلا، اي حاجه كده تقول انت حاجه كده كان قدسك اللي تقول، كان هو يذكرني انا عبدك البطل كرولس، اروح انا خطفها منه وديم علينا وحياتنا، ديم علينا وعلينا حياه وقيام ابينا، دي موجوده في ديم علينا وعلينا حياه بابا البابا كرولس السادس، خلصه يا رب، خلصني يا رب، خلصني يا رب، اقيم قرن شعبك ياخذها مني وكمل. فدي كانت برضه في القداس على فكره، برضه ما كان يصلي لوحده، لو واحد يحط ودنه تحت في القداسات كان يصلي لوحده، إليه لا صاحب بس موجوده. اما يجي يقول لك ما عند الاوربانا اذكرها بالسلام كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه هذه الكائنه من القاسيه المسكونه، اذكرني يا رب انا عبدك البطر كرولوس وشركاء في الخدمه وانا مطارنا والقساق، اذكرني انا عبدك البطر كرولوس. مين 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 علمه يقول كده؟ بحس عالي وكنا نرد، احنا في ساعتها كنا نرد بقى احفظ لنا علينا رب حياه قيام ابينا باكر السادس، دي موجوده بعض القداسات تسمعها ليه العياد بيبقى الميكروفون قريب قوي من بقه، حط ودنك عند الحته بتاعت اللي هي قبل الاعتراف على طول، اذكر بسلامتك اذكر انا عبدك البطل كرولس، هتسمعها كده.
رجل صلاه فعلا يعني. رجل صلاه وازاي حول كل ده لانه يبقى شريك فيها. كان ممكن يتخطاها ما يقولهاش. لكن طب ليه ما يقولهاش ليه؟ مره البابا كرولوس قال لك على شخص لو هذا الرجل في 10 منه ربنا هيرفع غضبه عن الارض. ما دي برضه حكيناها برضه. كان مين هذا؟ وده كان واحد اسمه سعيد كرولوس وكان شماس كويس على ما اظن. كان سكن في اوائل شبرا حاجه كده. كان يجي برضه يحضر تسبيحه كل يوم مع البابا كرولوس. وبعدين سنه 68 تقريبا الحكايه دي. انا بقى اتضح لي بعد كده انه بقى له سنه بيقول لي سعيد انا عايزك ترسم قسيس. اتضح لي كده ما كنتش اعرف انا كده ابدا. يعني انا عرفتها بعدين بعد الحادثه اللي حكيها لي. فهو قال بكرس بيقول لي سعيد النعمه عايزاها قسيس وهو مش راضي. تقدر تقنعه يا ابني؟ قلت له حاضر يا سيدي. رحت لسعيد قلت له يا سعيد بكرس بيقول لك تبقى قسيس. تقول له لا. قال لي قسيس ايه وبتاع ايه؟ لا ده انا بتأتى ده انا بتأتى انا بتأتى. قلت له قال لك قال لك تعالى صلي. قال لي قال لي تعالى قسيس. قال ما اعرفش اوعظ. قال لك تعالى اوعظ. هاي لا. قال لك قال لك تعالى قسيس. خلاص يبقى قسيس. لا توعظ ولا تصلي. قال لي ازاي بقى؟ في قسيس مثلا. قلت له هو قال لك تعالى صلي يبقى قسيس. لا طلب منك صلاه لو طلب منك وعظ. ما تقدر. قال لي اذا كان عليك هذا الشرط خلاص انا موافق. قلت له خلاص تعالى خش عن سيدنا. قلت له موافق. قال لي قلت له اجيب لك. قال لي قول سعيد خش يا سعيد. اقول له ايه؟ قلت له ايه؟ قول له حللني مش اتفقنا خلاص؟ ضرب مطاليه بسيده. وافقت يا عم سعيد. قال وافقت يا سيدنا تحت امرك يا سيدنا تحت امرك يا سيدنا. قال له خلاص هسموه لك رفير. وتاني يوم رسم قسيس. وبعد كده ابتدى بقى تهتها والصلاه اللي هو ما مش سامعين مش سامعين كل حاجه حلوه بس تهتها. وطبعا الراجل اترسم عن 63 سنه فمش هتقدر تعلمه الحان بتاعت كهنوت زي الحان تسبيحه. المهم بقى انا ايه؟ جيت بعد كان بقى له 10 ايام. كان زمان الاسس تستلم ال 40 بتاعتها في البطرخانات او في الكنائس مش حد يروح الاديوره. اللي فتح حكايه الاديوره دي يعني يمكن ابونا بشوي كامل راح السوريان. ابونا تقدر الشعوب راح مرسى قديمه عندنا بيت الطلبه قعد معنا يصلي كل يوم. لكن حكايه الاديوره بقت رسمي قوي قوي دي بعدين يمكن في السبعينات او حاجه كده. فهو كان قاعد بيستلم في البطرخانه فجاي يصلي. فانا جاء معايا السكرتير بتاع ابونا بتاع سيدنا ابونا بنيامين كامل الله يحفظهم. قلت له شو اتفضل هذا عامل ازاي؟ واحد عمال ايه اللي بيعمله ده؟ بس قلت كلمه صعبه يعني مش هقولها افهموها انتم. فجاي بعد كده سيدنا ثاني يوم برضه هيصلي قداس الثاني وبيرفع يصلي الاولاني. فسيدنا كان متعود يجي ما يخش القداس بيصلي يخش يقف على جنب ماسك العصايه يفضل واقف لغايه ما القداس يخلص ما يقعدش. شكل عجيب عجيب عجيب. طب انت بطرك ومش قداسك وداخل في وسط القداس اقعد لغايه ما يخلص القداس. لا يفضل واقف بشكل عجيب. كنا بصراحه يعني بنحترم في حاجات بسيطه زي كده لكن كان بتاثر فينا نفسيا روحيا بحيث مش بس عشان هو بيحترم القداس لا المشرف على حتى على صحته. وكان عنده ديسك في ظهره وعنده رجل. فجاي بقى انا واقف جنبه برضه عشان يكون عايزني مسعى صايده شايف القسيس بيصلي ازاي. قلت له حاجه حلوه قوي يا سيدنا الصلاه طالع من قلبه. قلت له كويس جدا يا سيدنا. قال لي يعني مش كذا 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 اللي انا قلتها امبارح بدون ما حد يقول له. قلت له اختي اتحللنا يا سيدنا. قال لي الله يحلك يا ابني لو في 10 من الراجل ده يا ابني ربنا يرفع غضبه على العالم كله. اللي بتاعته ولا صوت ولا لحن ولا وعاش 83 سنه بصحه تامه لدرجه ان هو ابونا رفايل اللي كان في كنيسه مرجرجس بالمطريه وكان لما يجي مع اللجنه يزور سيدنا سيدنا زعل اللجنه يقول لهم ارحموا شيخوخه الراجل. يقول سيدنا قول له يرحم شبابنا. قلت له يا ابني؟ يخليه يرحم شبابنا يعني يرحم شباب يا سيدنا بتطلعنا خمس دول وسادس عشان ننول واحد عيان رجليه تعبت يا سيدنا. قلت هو مش عيب شيء. متهيألي اخر شهر بس هو اللي جه زارنا ولف على اديوره ولف على الرهبان بتاع كان يحب الرهبان لف على الرهبان كلها ولف على الانبامين قعد معاه مده كبيره. توفى سنه يبقى 68 زائد يبقى ايه 88 لا بقى بعد كده بقى ما عاش 20 سنه اترسم 63 مات عن 83 سنه بالصحه كويسه جدا. اوعى كده راح المستشفى يفتح وعيش شويه ومثلا
لكن نظرة البابا كيرلس المستقبلية كانت للقلب، للقلب ربنا عايز القلب بتاعه. الراجل ده بقى كده طلعوا له كتب راجل ده شرحوا عنه حاجات حلوة حلوة حلوة. يعني من ضمن الحاجات اللي أنا بذكرها إنه كان بياخد مهية من الكنيسة، بس هو كان بياخد معاش، كان شغال في البريد على ما أظن، يقعد ماسك المهية لغاية ما يروح أي كنيسة يروح حاططها في صندوق. ليه بياخد معاش؟ فمش عايز. طب مين بيعمل كده النهارده؟ مين بيعمل كده ولا في ولا زمان ولا النهارده؟ والواحد يديله فلوس يفضل مطبقها مطبقها في ايده كده لغايه ما يروح يتفق في كنيسه. مين برضه عايز؟ هو برضه يديله التصميم منه برضه تصميم. ويقال انه كان يمشي مشي كتير والناس مره مرتها عكسوه في الشارع وهو احتمل وكده، ربنا ورى له انه الناس دول تعبوا يعني. طالعين له كتب في كنيسه مرجرس مطريه ابونا الفقير كيرلس رايح نفسه. تمام. من ضمن التعبيرات القوية جدا في التسجيلات كنت قدسك تقول على أوضة نوم البابا كيرلس كانت فيها روح الله، كانت قلاية بمعنى الكلمة وفيها روح الله. وقلت عنه كمان إن هو اللي كان يقعد جنبه كان يبقى كأنه خايف جدا من هيبته وعنده التهابات روحية. قلت المعنيين دول في التسجيلات، فأنا عايز أعرف يعني إيه أوضة فيها روح الله؟ مش عارف صدقنا يعني الواحد بيشعرها، يشعرها ما يقدرش يوصفها. يعني مثلا انا اشتغلت معاه 5 سنين، دخل اوضته وطالع من اوضته، دخل هو قاعد في الاوضه، دخل قاعد في الاوضه واكلمه واروح هنا واروح هنا واروح هنا واجيب حاجه من الاوضه ونرجع حاجه من الاوضه. لكن لما كان هو بقى مثلا يبقى في الكنيسه تحت ويديني مفتاح الاوضه عشان اطلع اجيب له حاجه من الاوضه، ابقى عايز اسرق الحاجه دي باي طريقه بسرعه واجري. طب الاوضه فاضيه ما فيهاش حاجه، لكن ليه 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 الروح اللي بتمسكني في هذا الوقت ان انا يا دوبك اخشها عشان اجيب الحاجه بتاعتي وامشي، فيها هيبه كبيره جدا وهو مش موجود فيها. فده شعور بيشعره الانسان مش ما يقدرش يوصفه او توصفه تقول ايه. لكن المكان هو بقى هو مكان يبقى نايم برضه، كان طبعا يشيل العمه ويشيل كل حاجه وينام بجلابيته. الهيبه اللي هو نايم اكتر من هيبته، هو لابس اللبس الاسود فوق ما تتصور، بحيث ان لما اخش عليه وهو نايم عشان اطلب منه طلب اقول له في فلان عايز ميعاد ولا حاجه، بقى عايز اقولها له بسرعه واجري. من الهيبه، هيبه بتلبس الانسان، مش هيبه عشان هو بيخوف. هو عمره كان يخوف حد، كان مؤدب وبسيط ومحتمل ويقبل العتاب ويقبل المناقشه، فما فيش حد خوفني منه. لكن في هيبه، الهيبه دي بعض يقول بقى بابا شنودة على فكره في بعض العظات عنه يا ريت نطلعها. كان يقول يجمع فيه بعض المتناقضات، كان يقول لك هيبه عظيمه ودموعه سريعه، انا مش عارف مصمم الرأي وتواضع لكذا، يا ريت ناخدها بالنص كده ونحطها تبقى حلوه قوي. من اقوال بابا شنودة في عزة من العظات على بابا كيرلس. امين امين. مره قدسك زعلت منه من بابا كيرلس؟ طبعا، ما الشيطان وحش والناس اللي حوالينا كانوا برضو غيارين وحسودين وقلت لولا ان هو سندنا، وكان سندنا بروحه وسندنا بكلمته برضو. على فكره برضو كان الناس دي صعبه صعبه قوي برضه. الحاجات الاماكن الكبيره الحساسه دي كلها تلاقي فيها غيره وتلاقي فيها شيطان، فبينتصر فيها مين بقى؟ الروح بقى، الروح اللي تنتصر بقى، الروح الكبير اللي فيها بقى. يبقى هو القائد العام بقى، هو يقدر بحكمته وبرحمته وبافراز وتمييزه يقدر يستطيع انه يحارب هذه الحروب بحيث انه يطردها عن الموجودين في المكان بحيث انه يحافظ عليه. هو في سؤال هنا مهم جدا هو جه على بالي دلوقتي. أنا سمعت كتير قوي من الفترة اللي فاتت دي إن ناس تشتغل في أماكن ممكن تكون الأماكن دي روحية أو كنسية أو ويعصر جدا ويبدأ يقول عن الأماكن دي كلام مش كويس، ويقول ده الشغل في الكنيسة ده حاجة مش كويسة، ويبدأ يسيء تماما إلى سمعة الكنيسة من خلال عمله اللي هو جوه الكنيسة أو يعني الشيطان هيحارب إيه طيب؟ قولوا لي كده الشيطان هيحارب إيه؟ هيحارب الناس اللي قاعدة في القهاوي، الناس اللي قاعدة اللي بتصلي وبتصوم، هيحاربها؟ مش عارف. هيحارب الناس اللي بتصلي وبتصوم بتعرف ربنا. فالاماكن اللي المسيحيين بتقول عليها دي فيها الحرب شديده، فهنطلب من ربنا ان يحارب عنهم ويدافع عنهم ويسامحهم ويقويهم ويتوبهم، ونقدرنا نعمل حاجه نعمل، لكن نقدر نهد ونقول الحته دي معسره. طب ما احنا عارفين ده شغل الشيطان كله، ولو كان ما فيش شغل الشيطان كانت زي فردوس النعيم. فلابد بقول لك احنا كنا في البطرخانه وباكوس كان قديس عظيم جدا جدا، لكن الحروب كانت عندنا فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. لولا انه هو حكمته وطيبته وحنانه. يعني مثلا يعني اقول لك بس بيعمل ازاي مثلا، هو يعني من كتر الناس اللي حواليه الوحشين وعايز امشي واسيبه بقى بلا دوشه.
تبص تلاقي مثلا قررت ان امشي خلاص قررت ان امشي. فبعد كده اروح يفتح الباب او تقف شرايطي دي برضه يفتح الباب يبص عمال يبص لي اقول لي بص يا عم تبص يا عم انا عايز امشي خلاص وامشي اروح فين بقى؟ كان ممكن اقول ان انا ابقى حر نفسي وازور اي كنيسه ازور اخدم في اي حته اخدم ما يبقاش فيه الجو ده اللي هو رسمي كده وبتاع وانا خدت بركه بابا كروس خلاص كفايه عليا. ده كان شعوري الداخلي. طبعا هو ما حدش قال له كده بس هو بص بعينيا عرف كل حاجه. روح انا موت عينيا وكاني ما شفتش حاجه. هات يا ابني الناس اللي عندك اجيب له الناس اللي عندي. بعد ساعتين ثلاثه روح بصيت نفس البصه وقال مش مهم. بعد كده بعد كده في يوم بقى في يوم ده بقى نفسه جه الساعه 5 ضرب الجرس نازل يعمل عشاء. فبصي البصه دي ونزل ابتدى ينزل قلت برضه مش مهم انا برضه عايز امشي. فجيت بعد كده نزل على السلم فلقى صراخ صراخ جامد جدا فما رضيش ينزل. السلم بتاعنا كان سياخ فممكن تبص ايه اللي تحت يعني. لقيت واد عليه عفريت ومتشنج وطول بعرض والناس ماسكاه بعنفوان عشان عايز يجري وهم عايزين يدخلوه عند البطرك. فالبطرك واقف ايه في في واد عليه عفريت عفريت عفريت. انا طبعا كلمه عفريت برضه بقولها بدون ادب ليه؟ اقول واد عليه شيطان مثلا كلمه عفريت تدل ان انا برضه زي ما تقول خلاص بقى يعني تعبت جدا من القعده هنا يعني. كلمه عفريت نفسها بقولها بتريقه مش بقولها بقلب. ففضل نازل على السلم والراجل اول ما شاف سيدنا راح مرمي على الارض بقى حته خشبه 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 لا ايده ولا رجل. فبابا كريس وطى عليه وشد من ايده وقومه اطول من سيدنا يمكن قد ايه. قوم يا ابني في حاجه يا ابني؟ قال انا عارف يا سيدنا. ايه في يا ابني؟ مفيش حاجه يا سيدنا. طب يا ابني واعترف وتناول حاضر يا سيدنا. وقعد يبوس 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 وراح العشيه ما راحش العشيه بص وراه بص لي كده. البص دي عباره عن ايه؟ بيكلمك اه عشان خاطر يا ابني احتملني يا ابني واحتمل اللي انت فيه يا ابني عشان خاطر انت بتشوف المعجزه. هو ربنا بيوريك ان في معجزات يا ابني عشان خاطر اهدى يا ابني كده كده معناه كده من دون كلام ولا عتاب. ورحت بعد كده رحت الاوضه وبكيت وقلت خلاص انا هروح فين واسيب الراجل العظيم ده ليه؟ وكل ده بدون كلام. نيجي قرات الحكايه دي ثلاث مرات على الاقل مثلا. فهو كان عجيب برضه بيقول لك هو لولا ان هو روحه عملت لنا كده. لكن الحروب جامده، الحروب في اماكن المسيحيه جامده لان الشيطان مش هيحارب الناس اللي بعيد عن الكنيسه. هيحارب الناس اللي هم في الكنيسه، يعني لازم ندعي لهم. ثبت اساس الكنيسه يا رب، كل يوم بنقول كده. صحيح. طيب كان البابا كيرلس كان لما بيجي له مشكله مثلا لو عدو الخير حارب الناحيه الكهنوتيه او كان بيتعامل ازاي مع الكاهن او الناس يعني اللي بيخدموا يعني في حق الخدمه؟ هو كان عنده عاده برضه عاده برضه الواحد متامل فيها ليها برضه. كانت مدرسه حلوه. كل كاهن كان عليه شكاوي كل كاهن عليه شكاوي من اللجنه من الشعب من المكسيك الامريكي من اي حاجه. يروح طول البطرك خان يجي يسلم على البطرك بقى كويس حوالي مش اقل من ست اشهر. بس الميزه اللي كانت بقى كويس حلوه اللي هي يمدح عليها جدا 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 ان ماهيه البطرخان 8 جنيه في الشهر. ماهيه القسيس بره في كنيسته 35 جنيه. ده انا بقول الكلام ده المستوى العام يعني. البطرخان 8 جنيه لكل قسيس. ليه؟ ما اعرفش. ماهيه البطرخانه كده. يمكن لو طلع له حاجه بقشيش ولا حاجه من بابا كرولوس كان يديها له. لكن هي الماهيه الاساسيه من البطرخان 8 جنيه. ماهيه الكنائس مش اقل من 35 جنيه. بعض الكنائس تدي 60 زي مصر الجديده والحتت دي. فكان ماهيته تطلع من كنيسته وتجي له أسيس بتاع الكنيسة أو اللجنة وتدي له الفلوس بتاعته زيه زي ما كان هو في الكنيسة. ست أشهر بيصلي معاه قداسات، يصلي عشيات، بيتفرج على معاملة الناس. كل يوم بيدي له كلمة يقرص ودنه بكلمة. توب يا ابني مش هنصحش. يفضل يدي له كاتمر ها كفاية يقول له ارجع كنيستك. فعايز قلت كانت طريقة حلوة، طريقة حلوة إنه بيأدبهم بس إيه؟ أدبهم في حضنه. في بعض التأديبات دلوقتي يروح يرمي أديرة مش حرام كويس أديرة اتعلم. طب ليه ما تجيبوش في حضنك؟ يعني شوف الفرق بين ده وهذا وذاك يعني. كان ممكن يوديه دير ابونا ابونا مش هجيب اسم لا عيب يعني مصح. ايام ابو كروس وداه دير برموس. وداه دير برموس كان برضه حاجه مجلس كريكا حقق معاه بتاع يروح دير برموس. على ما اظن يقعد ست اشهر في دير برموس قعد ثلاث اسابيع. وبعد ثلاث اسابيع قال له تعالى صلي معي. بيصلي معي ست اشهر. طب انت واخد قرار مجمع مقدس وقال قرار مجلس كريكي يقعد ست اشهر في دير برموس فين؟ فين متنفس؟ انفس ليه؟ مش هنفس. مش تكفي ثلاثة اسابيع هات على صلي معايا. ليه؟ قال لك هيتعلم معايا اكتر.
فكانت طريقته حلوه حلوه حلوه. نفس الاسيس اللي قال الكلام ده انا ما كنتش اعرفها، قال لي ده حصل كذا كذا، يعني اسس من حلاوتها تقول الكلام ده، هي تيجي تقول لي حصل معانا كذا كذا. يا ده حضن كبير. حضن ومدرسه وتعليم وادب، بعض اللي عمل فيهم الحركه دي. قلت له شرعت برضه. قال لي خدوا ايه، قول يا اخويا واعظ، اوعظ اوعظ يا عم، لسه بتقول لحد بيقول كنسه كتير، اوعظ. احنا في عهد عظيم وجينا هذا المكان للتعليم والتهذيب والتاديب. باكرس كان رايح تحت، ايه هو سجن يا ابني، هو سجن يا ابني، والناس قعدت تضحك وكمل وعظه. فتشوف برضه حتى النفس نفسها هم نفسهم المبسطه اللي بيعملوها برضه. الحكايه يعني الكلام عن سيره هذا القديس العظيم حلوه 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 معاكم ومش هتخلص. يعني النهارده احنا لسه هنكمل مع ابونا رفائيل من القمص رفائيل ابا مينا من داخل دير القديس العظيم الشهيد مريمينا. بس قبل ما اختم انا عايز اختم بحكايه هنسمعها من قدس ابونا. قدسك اتكلمت عن فكره المرشد الروحي في بدايه الحلقه، لكن عايز اعرف لما جه يدعوك للخدمة دي انت قررت ما تاخدش اي خطوة الا لما ترجع لمرشدك الروحي، بالرغم الحب ده كله، بالرغم التعليم ده كله. يعني معز الآية بتقول اكرم أباك وأمك تطول أيامك الأرض وتجد خيرا. طب هل الأب والأم دول هم الآباء الجسديين؟ طب ليه ما يكونش الآباء الروحيين كمان؟ فإحنا كان عندنا في العيلة أب روحي يبقى خال أمي، وكان الراجل ده ناسك ومحترم وكان ربنا مؤيده بمعجزات كثيرة، وكان ايام الكهنوت زي ما قلت لكم كان يرجع لورا كتير، وكان العلمانيه هم اللي ماسكين الارشاد الروحي لكل العائلات يمكن، وكان كبير العيله يستشيروه في كل صغيره وكبيره، وكان هو فعلا يستحق ان يكون مرشد يعني. فما جيت بكرس ناداه زي ما قلت لكم عشان نعمل قربان معاه، بعد كده بعت لي الفراش عشان اروح اشتغل معاه. فوقعت في واسطه في النص بينه وبينه، راح بيقول لي بطرك هي هي هيتلمسك؟ قلت له تلمسني ايه؟ لا ما تلمس. قال لي قلت له كده ما تلمس تعي، انا عندي اب روحي ما بيكره الرهبان والرهبان، فازاي يتلمسني ويرهبني زي ما راح من ابونا مينا؟ المهم الراجل ده خد الكلام راح ده البطرك. طبعا عايز اقول لكم ما يصحش، انت قاعد معايا ما تروحش تقول البطرك، عشان كده البطرك زعل منه جدا بعد كده. البطرك قال انا زعلت منه جدا، ليه يقول له حاجه زي كده ليه؟ المهم بعد كده البطرك بقى ايه ما قال له انه هو عنده اب الروح بتاعه بيكره الرهبان والرهبنه وما يقدرش يقعد معاك غير لما يستشيره كده. بطرك بقى انا طبعا ما اعرفش حصل ايه بقى، لكن بطرك حطها في ذهنه. فجيت ثاني يوم بقى البطرك يوم الجمعه، الكلام ده كان يوم خميس، يوم الجمعه صلينا قداس، فقال لي فلان كان عندك يا ابني امبارح؟ قلت له اه. قال لي قال لك ايه؟ انا ما بعتهولكش يا ابني. قلت له سيدنا بس هو ما غلطش، قال طب معلش روح دلوقتي يا ابني. انا قلت الله هو الكلام وصل صحيح، بس انا ما اخربش على الدنيا، ما هو ما كذبش. أنا قلنا الكلام اللي هو قاله أنا قلته صح، ما أكذبش. طب روح يا ابني. البطل الكلام ده كان في 28 أو 28 29 يناير 65. ليه بقول لكم التاريخ؟ عشان تعرف بقى كده حصل إيه بقى. فضلنا يناير فبراير مارس، لما رحنا الإسكندرية عشان زي ما قلت لكم كان عدى عشان نقابل عبد الناصر وكده، جدي ده هو إسكندراني، فجاي يزورني في البطرخان. فقعد معايا في البطرخان يجي نص ساعة يقول لي بطرك خدك تلميذ طلاب، قال لي بس بيرهبط. قلت له ما اعرفش، انا عايش مع بركه واللي عايز يعمله في، لا بس لازم اعرف لك مستقبل يا ابني، عندنا بنات العيله كتير وقاعد يقنعني بالجواز وكده. قلت له بس انا عايز اقول لك انا بقول تحت امرك يا سيدنا وكده تحت امرك. قال بس نعرف لك مستقبل. المهم الكلام كله كان على الجواز مش على الرهبنه، وانا عايز اهرب منه باي طريقه، لان هو يحب الجواز ده يقول لك ستر. انا اخويا الاكبر مني بسنتين ولا حاجه زينا اتجوزه، عايز اقول لك هو بيحب الستر يعني يحب يستر العيله. بس بعدين بكره ضرب الجرس، فراح بقى الكرسي بقى شوف الادب بتاعه بقى، في مين عندك يا ابني؟ قلت له مفيش حد، بس يعني جدي برضه. جدك؟ احنا عايزين جدك يا ابني. احنا عايزينه عايزينه في السنه. قلت له ده سيدنا. قلت له ليه انا هنا؟ قلت له بيقول لي مين بره؟ قلت له طب اقول له ايه؟ قلت له ما تقولوش حاجه، بوس ايده وامشي. قال لي ازاي؟ لازم تشوف لك مستقبل يا ابني. قلت له مستقبل ولا مش مستقبل؟ خش بس خش خش. عايز اقول لك انا كنت بحترم جدا جدا جدا، لكن على شرط. الاحترام بتاعي كان بكل حريه مش بكل عبوديه، بشكل عجيب انا اشكر ربنا اداني هذه الروح العجيبه في معاملتي مع البابا كرولوس ومعاملتي مع جدي اللي هو اب الروح بتاع العيله ده. العيله كلها كانت تحترمه جدا، والكلمه يقول لك انا ما تنزلش الارض، انا ما كنتش كده، كنت اتناقش لغايه ما اوصل لحل معين. فدخل سيدنا بس ايده ووطى عليه، كان جدي اطول من سيدنا.
يعني سيدنا كان سن 175 سنتي، جدي يمكن فوق من 80، 180 على الاقل. فوطى سيدنا بس ايده، فسيدنا انا واقف بره عمال اترعش، يا ترى هيحصل ايه؟ قال له يا مقدس. قال نعم سيدنا. وكان مقدس فعلا في القدس. هنستأذنك في الواد رفيع. قال له سيدنا خدامك. قال له بس سيدنا احنا هنرهبنه يا مقدس. قال له هيطول. قال له طبعا سيدنا حتى في ذهنه انه احنا بنكره الرهبان، نكره الرهبان. قال له هيطول. قال استأذن منك يا مقدس خلاص. يا سيدنا العف، نحن خدامك يا سيدنا، نحن خدامك يا سيدنا، هو يطول يا سيدنا، نحن خدامك يا سيدنا. وقعد يكرر، هات له قهوه يا ولد، هات له قهوه. قال له شربت عند الاستاذ رفيع. قال له اشرب تاني. وقعدوا جنبه شرب. بعد كده تعب، انت قلت لبطرك ايه؟ قلت له ما اشتغلش عندك غير لما استاذن ابوي الروح. قال حد يعمل كده؟ بطرك العظيم، البطرك الكنيسه كلها مستنياه. قلت له طب انا عامل لك ايه؟ انا ما بيعك، انت اللي ربيتنا وانت اللي حافظت علينا، انا كمان ما بيعكش باي حد. قعد يبوس فيا ويحب فيا لغايه ما تنيح. هو يحترمني احترام اكتر من كل العيله صدقني. يعني انا لو كنت انا مثلا ما بتناقشش كده عبوديه، كان عبوديه، لكن لا. فعايز اقول ان الراجل ده انا خدت بركته، وخدت بركه بابا كرولس بان انا لا كنت ده ولا كنت ده. انت قدسك قلت في التسجيل انا ما ببيعكش ابدا. ما ببيعكش ابدا. الحمد لله، اشكر ربنا، اشكر ربنا، نشكر ربنا. يعني قدسك يعيد عليكم خير. وكل ما نتكلم في سيره بابا كرولس انا بشعر ان هو روحه نفسها بتيجي، او هو نفسه بيتمشى في وسطينا ويشوفنا بنقول ايه عليه صدقني. يعني برضه فروحه تكون معانا ومعاكم، وتثبتوا في الروح بتاعته الحلوه، روح الروتين، الروح الجميل، محافظه على الصلاه، محافظه على التسبيحه، محافظه على المزامير، محافظه على الاعتراف والتناول، محافظه على القداس الجميل، روح الله. بناكل ربنا كل يوم يا ناس. شوف واحد بياكل ربنا كل يوم ولا كل اسبوع، ما نتواناش عن كده ابدا يا ناس. هو علمنا حاجات حلوه كتير نثبت فيها ويثبتها فيك ربنا، له المجد الى الابد. امين امين. نشكرك يا ابونا خالص، شكرا ليك. شكرا لكم جميعا للمتابعة والسيرة. انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. النهاردة احنا قاعدين بنتكلم عن قديس، وقديس العصر بتاعه هو قريب قوي، يعني مش بنتكلم من قرون، ده هنتكلم من سنين. قاعدين مع القمص رفائيل أبا مينا، بيحكي لنا عن حياة، مش عن قصص، مش عن حكايات، مش عن روايات خالص. دي حياة هو عاشها، هو شاف، هو لمس. عشان كده هو بيخبرنا باللي هو شافه ولمسه، لانه في النهايه البابا كيرلس عاش قلبه وفكره وحياته كلها كانت لربنا، ليه كل المجد السيد المسيح. فهو كان موصل جيد جدا لكل الموجودين، لكل الموجودين. النهارده احنا قاعدين مع حته من قلب البابا كيرلس، قاعدين مع حد بيقول لنا، القمص رفائيل أبا مينا بيحكي لنا عن الحياة المعاشة. يمكن احنا بنقول ان ده زمن مش زمن المعجزات وخلاص، الزمن اسرع والزمن، لكن اتسابونا النهاردة لان كل شيء ممكن يتحل بالصلاة حتى الالحاد. احنا محتاجين نرجع لده. ويمكن انا اتعلمت النهاردة حاجة مهمة قوي، نقل الكلام مش كويس خالص في اي مكان احنا موجودين فيه، ان كان بالحلو او ان كان بالوحش. لما حد يحكي لنا حاجة المفروض ما نروحش ننقلها، زي ما اتسابونا يعني علم لنا على الجزء ده النهارده. كمان المكان الروحي ممكن يتحارب، وده مش معنى انه المكان الروحي بيتحارب ان كان خدمه او عمل، ان انا اطلع اسوق سمعته بره واهدم زي ما قال اتسابونا دلوقتي، ما اهدمش بيتي وما اهدمش كنيستي. واهم حاجه، اخر حاجه يمكن اخدم بيها، الاحترام بكل حريه مش عبوديه. حقيقي استفدنا جدا من قدسك النهارده. كل سنه طيبين. قدسك طيب. يعيد عليكم الايام بخير، ويجعل السلام والهدوء في البيعه المقدسه، ويكثر معجزاته في وسطيها لكي يصحى الايمان وينمو ويثبت. بركه قديسين وست العذراء والتمارين اول واخيره تكون معنا جميعا. امين. نشوفكم بكره في نفس الميعاد مع القمص رفائيل أبا مينا، ونتكلم عن القديس العظيم البابا كيرلس.